تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. تحية عطرة مستمعاتي مستمعي الكرام، أهلا ومرحبا إلى لقاء إذاعي رياضي جديد على بركة الله. أرحب بكم وأدعوكم لمتابعة فقرات هذه الحلقة التي أعدها لكم القسم الرياضي بإذاعة MFM والموقع الرياضي الشامل MFM سبور بوايم. مصطفى القضية غدا وكتسخن. نعم كاين دابا وصلنا للخروج المغلوب. نعم بالأمس جوج ديال المنتخبات اللي غادرت. نعم كاين المنتخب ديال اللي نهزم ديال الولايات المتحدة الأمريكية أمام هولندا، كانت مقابلة قوية ولكن الهولنديين عرفوا كيفاش يمشيوا المباراة، فازوا بحصة لا تقبل الجدل 3-1. كذلك ما ننسوش المباراة الثانية اللي كان فيها الساحر ميسي، وما أدرك ميسي. نعم. اللي قاد المنتخب دياله إلى انتزاع أو الحصول على بطاقة الربع، ونقد الموقف كان حاسم. هو الوجود دياله كيكون حاسم، هو المفتاح، واللي سجل الهدف الأول ديال المنتخب دياله وعطى مجموعة ديال الكرات. لو كان استغلت من طرف الزملاء دياله لكانت الحصة أكثر من جوج، بحيث أن الأرجنتين فازت بجوج الواحد أمام أستراليا. بالمقابل أستراليا ما كانش بالخصم الهين أو السهل، وقفات ندا حتى الآخر دقيقة غادي صفر الحكم، وكانوا غادي يديروا التعادل، يعني كانوا غادي يقلبوا الطاولة على الأرجنتين. يعني كانوا وقفوا وقفة قوية أمام منتخب يقام له ويقعد له هو الأرجنتين بقيادة الساحر ميسي. نعم المونديال في الدورة ديالو 22 بقطر، من سيفوز، من سيتألق، ومن سيكسب الرهان؟ حتى الآن 8 ديال المنتخبات فقط، 8 ديال البلدان اللي سبق لها فازت باللقب ديال كأس العالم، 8 فقط، 8، وفي مقدمتهم العملاق البرازيل. البرازيل 5 هاد المرات، ألمانيا 4، إيطاليا 4، وإيطاليا غايبة اليوم، ألمانيا تاهي خرجت، الأرجنتين 2 دازت لها على الرأس، الأوروغواي 2، فرنسا 2، إنجلترا مرة واحدة، وإسبانيا مرة واحدة. والمنتخبات اللي وصلت إما النهائي أو وصلت يعني متقدمة هما 10 المنتخبات: هولندا، تشيكوسلوفاكيا، المجر، السويد، كرواتيا، بولندا، النمسا، البرتغال، بلجيكا، والولايات المتحدة الأمريكية. المنتخبات اللي خرجت حتى الآن: الإكوادور، قطر، إيران، المكسيك، السعودية، تونس، الدنمارك. ألمانيا فايزة بـ4 مرات خرجت، فازت 4 مرات. كوستاريكا 54، بلجيكا. كندا، صحابنا الكاميرون، صربيا، الأوروغواي، غانا، ونضيف لهم اللي خرجوا أيضا بالأمس. وما ننسوش الأوروغواي اللي فازت بأول نسخة. نعم 1930. نعم دابا المؤهلون، احنا كنشوفوا المؤهلون فيهم اللي سبق لهم فاز باللقب ديال كأس العالم. هناك فرنسا 98 و 2018 رتبة ثانية 2006، رتبة ثلاثة في 58 و 1986، ورتبة رابعة في 1982. إنجلترا مرة واحدة 1966، ورتبة رابعة في 1990 و 2014. البرازيل 5 مرات، إسبانيا مرة واحدة، ولكن مرة واحدة غادي يكون الخروج إن شاء الله نهار 3 إن شاء الله. المنتخب الوطني تكون المغادرة تكون المغادرة. مستمعاتي مستمعي الكرام، أذكر أن المؤذن يرفع أذان صلاة الظهر في الدار البيضاء ونواحيها، تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من المغفرة والتواب. ونرحب بضيفنا الصديق العزيز الإطار الوطني سي محمد بوضهير. سيدي محمد مرحبا بك. مرحبا بالمستمعي الكرام. إن شاء الله ما حدك أنت معنا، وإحنا غادي نحقوا انتصارات ديما مغرب ديما مغرب إن شاء الله. علاش لا،
غادي تكون المقابلة الثلاث مع إن شاء الله إن شاء الله مع إسبانيا. إذن مستمعاتي مستمعي الكرام لن أطيل عليكم ونتحول إلى الدوحة إلى دوحة العرب. أول لقاء غادي ناخذ معنا صديق عزيز واحد ممن صنعوا الملحمة ديال 1986، واحد من المواهب ومن الطاقات اللي هو عزيز بودربالة. عزيز العزيز واحد من أقدام المبدع باقي شي لعب من هادو دابا بحال عزيز هادي. عزيز كيقصد المدافع كيدرم كما كيقولوا المغاربه. عزيز رجل جميل لطيف مبدع أنيق وبقى دائما أنيق وهذاك الشيء راتحنا كأصدقاء كيدخل المقابلة نقي وكيخرج نقي. راتحنا كنا كنوصيو على هاد الأناقة وكنوصيو على هاد أنه يحافظ على هاد الأناقة ديالو حافظ على هاد ما كيدخلش للخشوع. إذا إلى الدوحة سيدي عزيز مرحبا بك. بارك الله فيك سيدي محمد. شكرا لك. علاش ما كتضحك عزيز؟ شكون اللي معك في الاستديو سيدي محمد؟ كاين زميلي الاعلامي مصطفى بوشتا وكاين المدرب والاطار الوطني سي محمد بوظهير. اهلا سي مصطفى واهلا سيدي محمد. عزيز بخير ولجميع المستمعين الكرام. شو احنا شوف اولا تنوجه لك الشكر الجزيل لانك تتواصل معنا في كل مكان. علاش؟ اللي كاين واحد الحب وواحد الاحترام المتبادل وأنت رجل جدير بالاحترام السي عزيز. الله يكبر بك السي محمد. هذا واجب صراحة. صراحة وحنا خاصة حنا كنعيشوا يعني فترات هذا كأس العالم بقطر كيف قلتي الدوحة الدوحة العرب صراحة يعني كنعيشوا سيناريوهات خيالية اللي كتحصل في المونديال وخاصة في دور اللي داس في دور المجموعات. وهاد دور المجموعات اللي اليوم بالنسبة للجميع كتحسب أفضل دور المجموعات داز في تاريخ كرة في كأس العالم. وكأس العالم صراحة مثير بكل أحداثه بكل تفاصيله والإثارة مازال كتستمر وحتى شي واحد ما كيعرف شكون الفرقة غادي تأهل ولا شكون اللي غادي يعني في المجموعة الأولى شكون اللي كان غادي تأهل ولا شكون اللي كان غادي يغادر. وصراحة هذه جمالية كرة القدم والأمل كان موجود عند كل المنتخبات لآخر لحظة وشفنا واحد العدد ديال المباريات منتخبات عالمية اللي طقصت من الدور الأول واللي كانت مرشحة بال على الأقل ما نقولوش الفوز على الأقل توصل للمربع الذهبي وكل المنتخبات اللي بقات توصل حتى النهائي وطقصت وعشان نقول لك يعني سيناريو غريبة جدا فد كأس العالم. إذن حتى الآن شحال باقي؟ بقى 14 ياك بقى 14 المنتخب دابا هادو دابا اللي بغيت أهل النهائي خصو يربح جوج أربعة ديال المباريات نعم. سيدي عزيز بعد كرواتيا وبلجيكا وكندا هادو قلنا لهم وداعا ونقول مرحبا إسبانيا. صحيح سيدي محمد. انا سمعت بزاف ديال بطبيعه الحال ديال يعني التعليقات او ديال الناس اللي كيهضروا على المنتخب الاسباني بانه صحيح ما كان شيء يعني في بدايه المباراه الاولى ضد كوستاريكا اللي فاز بها اللي سجل فيها سبعة الاهداف يعني خلع الجميع هذاك المنتخب وحاز غير على اربعه ديال النقاط باش يتاهل. هذه هو يعني حاجه غريبه جدا ولكن راه كانت عندك يعني لعب ضد المانيا من بعد ضد اليابان اللي خلقت المفاجاه في هذا كاس العالم. كتبقى اسبانيا الانسان خصو يحتاط من هذا المنتخب لانه كيقدروا يسجل يعني اهداف كثيره واسبانيا يعني عنده تأثير قوي على ديك الفلسفة ديال اللاعب ديالو اللي كنعرفوها. فهو كيبغي يلعب بطريقة هجومية ويعطي كل طاقته لجعل يعني لهذا الفريق هو الأفضل مثلا أو يكون الأفضل في
هنا في كاس العالم، وكينتج لاعب عمودي داك لو جو فيرتيكال هجومي باش تبقى دائما الكره عنده، كيلعب داك اللعب المباشر بقصد اختراق الدفاع ديال الخزم في التمريرات ديالو الدقيقه والتموقع ديال اللاعبين في الملعب اعلى الفنتين من المتوسط باش يضغط باستمرار الخصم. وعنده لعب سهل كنعرفوا مع تحركات متكرره اللي تسهل الماموريه لحامل الكره، ولكن المنتخب الوطني المغربي الحمد لله يعني في هذا في هذا كأس العالم وفي هذه المجموعة هو الوحيد أو من ثلاثة المنتخبات اللي تأهلوا الدور الثاني بسبع نقاط. نعم المغرب هولندا وانجلترا. المغرب اليوم يضرب له ألف حساب، وبعرف بأن المنتخب الإسباني مخلوع من منتخبنا المغربي، لأنه المنتخب المغربي عودنا في هذه المباريات لا الحبية لا الودية منذ تولي الركراكي على رأس النخبة الوطنية، كيفرض الهيمنة ديالو التكتيكية في كل مباراته، كيلعب داك يعني كيركز بزاف على المراحل التنقلات وكذلك احتفاظ الجماعي بالكرة باش يخلق داك دائما داك التفوق العددي في وسط الميدان. عزيز بقى معايا أرجوك، عندي فاصل قصير ثم أعود لك مستمعاتي مستمعي الكرام. احنا على المباشر من دوحة العرب مع اللاعب الدولي والإطار أيضا الوطني لعزيز بودربالة، ابقوا معنا. من الملاعب الرياضية مع محمد أبو السهل والقسم الرياضي. أنا فهم. Vous voulez acheter, vendre ou louer un logement? Vous n'êtes pas sûr du prix, du moment. Vous cherchez, mais vous doutez. Levez ce doute et optez pour une seule source fiable et pleine de données essentielles pour votre décision. L'Argus de l'immobilier de Challenge est de retour dans une version riche et instructive pour vous aider à vous projeter et à réussir votre transaction. L'Argus de l'immobilier de Challenge et son partenaire agentz.ma dans les kiosques en décembre 2022. Ne ratez pas ce rendez-vous et soyez les premiers à le feuilleter. من الملاعب الرياضية مع محمد أبو السهل والقسم الرياضي. جميعا إلى الدوحة، وما زال معنا عزيز بودربالة. استي عزيز أهلا. أهلا وسهلا أخي أبو السهل. استي عزيز الآن ملي كنشوف المنتخب الوطني المغربي تتدي المنتخبات العربية، ولكن المنتخب الوطني المغربي 7 ديال النقاط، تونس 4 والسعودية 3، كنلقاو على أن عربيا نحن في الصدارة. أيضا كيف قلتي إحنا ضمن الثلاثي اللي جمع 7 ديال النقاط، هذا كله ما يعطينا إلا حافز، وهذا جعل على أن المنتخب الإسباني الآن كيف تيتقال كيناقشنا مزيان وعطينا الاهتمام الكثير الآن. السي عزيز. نعم بزاف، لا بزاف لان قلت عاطي الاهتمام، لانه بالجوده ديال اللاعبين يعني المؤهلات الفرديه والجماعيه ديال المنتخب الوطني المغربي وما يتمتع به يعني كذلك المنتخب المغربي بدعم قوي يعني بوجود الجمهور المغربي الكبير كيتمتع بالمنتخبنا بدعم قوي في قطر، وهذا الدعم ما كيعطي لمنتخبنا الا دفعه جديده. وفوالا هذا الشيء اللي يعني المنتخب الوطني المغربي خصو يحتفظ دائما على الديناميكيه ديالو ويقلب طبيعي الحال من المساحات باش يعني اللي نعم مواجهات يعني تكون ديك الكتل الضيقه باش يخنق المنتخب الاسباني باش ما يخليش بطبيعه الحال يلعب يعني بالارتياح. بغينا ولا كرهنا كيبقى المنتخب الاسباني يعني واحد من افضل المنتخبات العالميه واللي معروف بالفلسفه ديال اللاعب ديالو الخطيره واللي الكل كيتمنى هذا ما فيهش. شكرا جزيلا لك سيدي عزيز. انا كان عندي شي تواصل مع بعض الناس اللي كيعيشوا في الاسبان وبعض الاسبانيين، قال لي ودي المغرب خطر في قطر.
خطر في قطر. قلت لي لا، المغرب مبدع في قطر وليس خطر المغرب، خطر رياضي أيه، خطر تكتيكي. عزيز نتمنى لك كل التوفيق والصحة، وحافظ على الأناقة ديالك عزيز. لا ضروري ضروري. تبارك الله عليك. السلام عليكم. شكرا شكرا. إذا صحيح اسمح بهذا الشيء اللي قلتي، لأن المنتخب المغربي دخل واحد الخانة في الإحصائيات اللي هي ديال الخمس منتخبات اللي ما انهزمتش في دور المجموعات. نعم. ومن ضمن الخمس منتخبات بالإضافة لهولندا وإنجلترا والولايات المتحدة وكرواتيا. نعم. وداخل المغرب معهم كمنتخب خامس. نعم. وهذا راه مؤشر داخل في الإحصائيات. ولكن الرسمية. داخل، ولكن راه داخل أنا شي حقوق شي واحد دخلوا تما ولا؟ لا هو راه وفر راسه السي محمد بوطير. اللي كاين هو كاين واحد ماشي تغليط، ولكن واحد الغرور عند الإسبان. نعم. وهذا هو اللي غيكون في صالحنا. لانه تبعنا شويه دابا ملي كتكون الفرقه اللي تلعبها، بانه كيشوفوا الربو، كيشوفوا مور التومون، راه كاين الهضره ولكن الحسابات ديالهم كيشوفوا الربو. صحيح انه الا غنجيو نهضروا على الكره، هذا فريق اسباني في طور التكوين. دابا حنا بيننا وبينهم 14 كيلومتر، ومشينا نتلاقاو وعندنا رونديفو في قطر اللي ديال بلادنا دابا. هذيك هذاك هو الاهم، ما بين الجيل ديال عزيز بودربالة والجيل، انا مزيان يستحضروا هذا الجيل ديال 86. نعم. لاعبين 86 36 سنه، لانه باش خسرنا هذا الجيل كان يستاهل الربع وربما النصف. كنتمنوا ان شاء الله انه يستافدوا من هذاك الجيل، لانه ضاع عليه سميتو على الاقل ربع النهايه ولا نصف النهايه. علاش الجيل؟ لان عندنا هذا الجيل عنده فرصه، غتبقى الكره عندهم عند اللاعبين باش هما انهم يديروا واحد الانجاز اللي كانت كيتسناه المغاربه، لانه وصل هذا الجيل واحد النضج عالي من جميع النواحي. دونك اللي انه يبرهن بانه قاد يمشي حتى الابعد نقطه ان شاء الله. ان شاء الله. غادي نمشيو قبل ما نرجعوا، لان موضوعنا الاساسي والرئيسي هو المونديال. غادي نمشيو للملاكمه. كانوا جوج ديال العصاب في الدار البيضاء من 2009، كان واحد التقسيم، العصبة كبرات هما يقسموها، ولكن ما يمكنش ان كاين العصبة خاصة تكون على حساب التقسيم الإداري. التقسيم الإداري كاين جهات الدار البيضاء سطات، الدار البيضاء سطات هي الجهة. دابا هاد جوج ديال العصاب، كانت العصبة ألف اللي كيترأسها السي محمد الحجاوج، والعصبة باء اللي كيترأسها سعيد ظهورة. الآن غادي يرجعوا، انا كيبان لي هذا عوده ديال الصواب، انه يرجعوا ويديروا عصبه واحده باش يبقاو. تبارك الله. باش يتجمعوا. دابا راه كل عصبه دارت جمع عام ديالها، وعاد البارح داروا جمع عام واحد. عصبه واحده اللي هي عصبه الدار البيضاء سطات، واختاروا كرئيس بالاجماع يعني تقريبا واحد 45 نادي اللي صوتوا للملاكم السابق سعيد ظهورة. الاتحاد قوة. نعم. سي سعيد ظهورة، مرحبا. مرحبا سي ابو سهل، ومرحبا بالمستمعي الام اف ام والجمهور الرياضي والطاقم. نعم. الإذاعة. نعم سعيد، الان رجعتو غتكون عصبه. انا بعدا ما كانش بالي انت راك ولد الحي المحمدي، وكتعرف الغيوان قال لك قلال حنا ما فينا ما يتقسم. ياك هادشي اللي كاين. طبقتوها. نعم. اذا كيف كان الجمع العام، ثم الاهداف الان غتولي عصبه وترجعوا باش تجمعوا، لان تمليت الوقت اللي درتو في 2009 جوج ديال العصاب، كان العدد كبير ديال الملاكمين، ربما الان تفرض عليكم انكم ديروا عصبه وحده. السي سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اول تدخل عندي هو انني كنشكركم على هذا الاتصال، وهذه بادره حسنه على انه تكون عصبه جهويه، لانه تبع التقسيم الإداري للمملكة والتقسيم ديال الجهوي ديال جميع الجامعات، هو أنه خص تكون كل جهة مسؤولة على بسم أن ملي كتجه شي منبر اللي هو إداري على أساس أنه باش تمنع
او باش تاخذ هذه باش كتكون عندها مسائل قانونيه ديالها. ما يمكنش انه يكونوا جوج العصا ويمشيو لجهه وهاد العصبه تعطيها هاد العصبه ما تعطيهاش او مجلس المدينه او الولايه او كذا او كذا. هي من واحد الناحيه احسن ما يكون وهو انه كيتجمع اللم ديال الملاكمين والمدربين والانديه في عصبه واحده الا وهي عصبه جهه الدار البيضاء ستاد. حنا كنعرفوا القوه كتعرفوا القوه ديال مدينه الدار البيضاء بجميع الرياضات وخصوصا الملاكمه لان عاصمه الدار البيضاء هي العاصمه الافريقيه الاقتصاديه. نعم السي سعيد سعيد ظهوره اذا انت اللائحه ديالك شكون هما العناصر اللي غادي تعتمدهم في اللائحه ديالك الا كانت عندك اللائحه التشكيله ديالك تقدمها؟ بطبيعه الحال ما يمكن لك انك تقدم ترشيح ديالك الا وعندك النصاب القانوني ديالك في اللائحه ديالك. نعم الحمد لله واننا كان عندنا اللائحه الاولى اللي كنا دفعناها وكانوا الاخوان كانوا بعض الاخوان سمعهم الله انهم وقفوا ضد هذه العصبه على انها باش دابا شوف دابا سعيد دابا كاينه العصبه انت رئيس. نعم انت دابا راك رئيس ديال الجميع معارضين واللي ما ولكن عطينا اللائحه السي سعيد. اللائحه هي الاولى غنعطيها لك السي ابو سعد. كاين عندنا الرئيس عبد ربي سعيد ظهره كاين نائبه نبيل حلمي. نعم هذا من النادي البلدي لعين السبع الفريق ديال عشيق البطل الاولمبي ديالنا اللي وكاين عندنا السي احمد بوحفصة النائب الثاني. نعم وكاين عندنا الكاتب العام راه معروف عندكم وكتعرفوه هو السي محفوظ محفوظ هشام. نعم محفوظ هشام. وكاين عندنا واحد الاخت اللي هي بطله وبنتنا كوناها وتكونت عندنا ولعبت عندنا في البطوله وهذتي بطله المغرب وملاكمه سابقه هي رئيسه نادي شباب الحي الحسني اللي هي بن سيار سناء. نعم زائد عندنا اطار اللي هو استاذ جامعي و اش غادي نقول لك سلم يتقال عليه لانه حنا حاولنا اننا نستقطبوا عناصر شابه. نعم هي اللي غتعاوننا في التسيير ديال جهه الدار البيضاء استاذ الا وهو ادم حلمي الاخ ديال 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 نبيل حلمي نائب الرئيس. نعم اللي هو رئيس ديال نادي البلدي لعين السبع ونبيل حلمي نادي اشبال عاشق. نعم جوج الانديه ابطال اولمبيين وعندهم ناس اكفاء اللي هما مسيرين في المستوى هادو ضفناهم هذا العام ان شاء الله ضفناهم للمكتب ديالنا. زائد كاين عندنا البطل السابق اللي هو نجيب الطرغاوي. نعم هو ملاكم اصلا هو ملاكم وملاكم دولي هو نائب امين المال. بالنسبه الناس الاخرين ديالنا اللي عندنا اللي هما مهمين اكثر كاين السي الحاج مصطفى الملوكي. نعم الملوكي رئيس فريق الوداد البيضاوي وراه غني عن تعريف السي مصطفى هو انه راه هو من الناس اللي ساهمت في رياضه الملاكمه وكان ملاكم سابق. نعم زائد ملاكم سابق وكان مارس الملاكمه معنا لانه هو في الدولي سلوان في الدوري سلوان كاين سي منار مصطفى تا هو بطل سابق كاين سي محمد بطل سابق تا هو وكاين سي المهرمش عبد الواحد اللي من فريق الاتحاد البيضاوي اللي كينتمي لسي مصطفى الكندالي لانه عرضنا على السي مصطفى الكندالي انه يدخل معنا المكتب وقال لنا انا غنعطيكم الناس الشابه اللي غتخدم معاكم. مناضل في رياضه الملاكمه عطاه اشياء كثيره مصطفى الكندالي. نعم مناضل وتعلمنا معاه وخدمنا معاه وتعاوننا معاه. نعم والحمد لله انه ما نساش الخير وكان معنا ودائما هو معنا ومع رياضه الملاكمه. زائد كاين عندنا باكيت لطيفه. باكيت لطيفه معروفه على الساحه الرياضيه لانه كانت نعم نعم ملاكمه وحكمه. وهي راه في التنظيم الجمعوي هي هي معنا وكاين السي مجيد بن جلول اللي مع البطل الاولمبي السي برحيلي اللي حتى هو راه واحد السيد اللي كيخدم وباغي يتعاون مع هذه الرياضه وهذه. كاين عندنا سيدي عبد الواحد الهلالي اللي غني عن التعريف والكل يعرف عبد الواحد الهلالي من المناضل السياسي الرياضي كل شيء. يلا سعيد كملوا اللائحه باش نمشيو هادو اللائحه اللي عطيتك. نعم ما
ما كاينش ما غاديش يكونوا عندكم رؤساء شرفيون او اعضاء شرفيون لا. ولك عرفتي دابا في هذا التقسيم وفي الترتيبات الاداريه وانه ما بقاش كيكون رؤساء شرفيين. لا هادو غديروهم نتوما. هي بطبيعه الحال هادو معنا كاين الحاج مصطفى وسام. نعم. الحاج مصطفى وسام غني عن التعريف ورئيس سابق للجامعه الملكيه المغربيه للملاكمه. كاين معنا اللي عضو معنا وماشي رئيس شرفي واكثر من رئيس شرفي اللي هو السي محمد المعجروبي رئيس جمعيه قدماء نجوم الملاكمه. جمعيه قدماء الملاكمه اللي هذا كيحصلنا انه الشرف هو انني انا وياه تبارزنا فوق الحلبه. نعم. في السبعينات واليوم احنا كنكونوا بجوج احنا مسيرين والحمد لله مسيرين ناجحين اللي غاديين في الهدف والاهداف اللي مسطراها الدوله البلاد ديالنا المغرب. وحنا غاديين في الاتجاه اللي غادا فيه البلاد وغادا فيه الجامعه الملكيه المغربيه للملاكمه. نعم. والوزاره والكوميتي الاولمبي. اذا شكرا جزيلا لك سعيد أظهوره. سعيد أظهوره رئيس الان عصبه جهه الدار البيضاء السطات للملاكمه. ورحبوا بضيفنا ايضا. قليل فاش تسمعوا كيتكلم عرفتي شكون؟ قليل الكلام. ولكن كثير عبد الرحيم صابر عرفتي كتبزز عليه باش يدوي يلعب الكوره ومتقن. هذا عزيز عليه غير يخدم. لا ولكن لا ما هو رئيس جمعيه قدماء لاعبي الوداد. سي عبد الرحيم راه حنا سعداء باش تكون معنا ونتمنى القليب يكون عندك بخير. انت كنت عيان. مرحبا. بارك الله فيك السي أبو أسر. انا احس لي الشرف باش نكون انا معكم. نعم. وهذه المرحله انك تكون معنا ويسمعوك الناس وتعطي رايك وخاصه هذه مناسبه هامه وهامه جدا في كره القدم الوطنيه كون كي جاك المونديال حتى الان. ولحد الان باقي ما تعرفوش الفرق اللي يمكن تقول غيلعبوا 100% على اللقب. باقي يعني المستوى تقريبا مقاد. باقي ما الا شفنا في المباراه الاولى شفنا البرازيل يعني كلشي فاش شاف المباراه الاولى البرازيل كلشي قال البرازيل البرازيل البرازيل. شفنا المباراه الثانيين يعني المستوى ديالهم بحال هود شي شويه ولكن باقي ما يمكنش تحكم دابا حقول المباراه كيتلعبوا والنتائج كيجيو مع انسجام ومع يعني الواحد اللي كيكون يعني مستعد لها معنويا وفكريا وكلشي. ولكن هذا مونديال استثنائي دابا هذا المونديال. بطبيعة الحال حنا كمسلمين وكعرب بالنسبة لنا حنا هذا مونديال استثنائي اللي غيبقى داخل التاريخ. أحب من أحب وكره من كره. نعم والحضور ديالنا أيضا حضور متميز. بطبيعة الحال بطبيعة الحال. إلا شفنا قاعد لي كوب دي موند اللي دازو يعني إلا خدينا يعني العدد أنا شنو نقول لك العدد الهائل ديال الجماهير المغاربة ما نقولش الجماهير ولكن المغاربة اللي كيحجوا بكثافة باش يتابعوا هذه المباراة يعني حطوا الأرقام القياسية كلهم نعم. مستمعاتي مستمعي الكرام غادي نتحولوا إلى غادي نمشيو إلى سويسرا وغندير لك المفاجأة السعد الرحيم صابر وللأصدقاء أيضا ومستمعاتنا ومستمعينا. غادي نتذكروا جميع اللاعب الدولي شيشاق انت سويسرا كاين سي محمد رابح شيشاق الاسمر سي محمد رابح شيشاق الاسمر ولد درب السلطان الودادي. واحد اللي قلتي سويسرا كاين شيشاق وكاين صفاري كاين شيشاق وكاين صفاري. وانا سي داو معايا شيشاق انا كنسول عليه. واش كتسولوا عليه؟ كنسولوا عليه. لا ما عرفت هو غادي يقول لي. لا هو يقول لك كنسولوا عليه. لا كل صباح تيصيفطوا لي ميساج. كاين اتصال بينا وبينه الحمد لله. كاين سي محمد محمد كي داير؟ الحمد لله بارك الله فيك. شكرا على الاستضافه. احنا ما عمرنا نسيناك السي محمد ما يمكنش نساوك. لا انت ما عمرك نسيتي لي انت وانت في السلطان بحالي. نعم احنا انا ولد الزنقه 36. سي محمد نسولك اولا على صحيحتك قبل ما نسولك على المونديال تكون انت بخير وعلى خير انت والوليدات والاحفاد ايضا. على كل شيء الحمد لله كل شيء بخير الحمد لله. وجيت اليوم نيت عاوتاني لانيفيرسير ديال الدريه بنتي كلثوم. مرحبا مرحبا. اللي بكات ديسمبر. وفين حقنا من الحلوه اسي محمد؟ راه غادي نمشي عندها دابا غادي نمشي عندها من بعد. اليوم ما تنساناش حقنا. كي داير خويا صابر؟ الحمد لله خويا اسي محمد العائله لاباس كل شيء بخير؟ الحمد لله الله يحفظك الصحيحه لاباس كل شيء بخير؟
لا لا كل شيء زين. ايوا سلم لي على العائله كلها ودي السي محمد. اذا السي محمد رابح شيشه هذا المونديال شنو الملاحظات ديالك؟ اولا المنتخب الوطني المغربي الان ذكرنا ب 1986 هي ديال الاولى، ثم هذا مونديال استثنائي في بلد عربي في دوحة العرب، يعني شنو الملاحظات ديالك؟ الالمان خرجوا، الطاليان ما مشاركين. هاد المونديال ورانا بلي لي زيكيب لي مبريباري مزيان ودايرين الثقه في نفوسهم، داكشي هما اللي دازوا. وقبل ما نقول لك على المونديال، المغرب دار واحد الدور الاول داروه مزيان، ما كناش نتسناو غادي يكون بحال هكا. المهم داروا سبعه ديال النقاط، ما عمرها جات دوله افريقيه اللي دارتها وداكشي. المهم راه الفرقه راه مزيانه، راه عندنا كيف مزيانه، وعندنا عندنا مدرب مزيان، دار حوايج مزيان مع الوداد. دار المهم انا عرفتو مع الوداد، حيت شحال هادي ما كنتش نشوف، ما متبعش الرياضه بزاف. نعم ديال المغرب قليل كنتفرج وكنسمع. المهم داكشي اللي دار الركراكين مع الوداد، ودابا دايروا مع السيليكسيونار من الفضل ديال اشنو. انا نقول لك الجامعه دارت حاجه مزيانه قبل ما نبداو المونديال، هي حيدوا داك السيد داك الواحد اللي تيقولوا ليه واحد، راه واحد. والله الا انا كنعرفو ملي كان في فرنسا، كان في كاع ديكتاتور، هذاك ديكتاتور ماشي اونترينو. انا كنت نلعب الكره، انا ما نقدرش نلعب معاه، ما نريحش مع سيمانه. يعني قاسي وحتى الملامح ديالو، ملامح ديالو قاسيه يا اخي. هو بوسنياك ولا معرف كيما، ما عندوش أناني. يعني شويه العواطف يعني ما محركينش عنده. الان وصلنا بعد كرواتيا بلجيكا وكندا، هادو قلنا لهم وداعا وتنقولوا مرحبا اسبانيا. يعني المغرب واسبانيا، كيف كتوقع هذه المقابله سي محمد رابح شيشه؟ انا بالنسبه لي غادي تكون سهل من المقابله ديال كرواتيا، وسهل من المقابله ضد قول يا بلجيكا ومهم كندا. حيت الاسبان تيلعبوا الكره، ولكن تيلعبوا الكره غير في النصف ديالهم، نصف ديال التيران ديالهم تيلعبوا داكشي. وقليل فيما ملي تيماركيو شي بيت، راه تيماركيو تيديروا لا باساديس، راه ساهله للمغرب. المغرب يقدروا يربحوه، سهل لنا من الماتشات اللي دوزنا مع كرواتيا ومع مع بلجيكا. نعم، كيبان لك على ان الامر هذه مقابله اللي عليها الهاله دابا وعليها. واسبانيا بجلال قدرها الان، يعني كتبان على ان كاين اللي تيقول على ان الناس كيبغيو يكبروا شويه اسبانيا. الاسبان عندهم مشاكل بعد الهزيمه مع اليابان، دابا ولا الجمهور ديالهم تيقول لهم اتونسيون، هزمتوا امام اليابان، راه المغرب اخطر من اليابان. اسبانيا اش داروا؟ ربحوا الماتش الاول مع كوستاريكا، سبعه لصفر. نعم لا ما كانوش ليكيب ديال كوستاريكا، من بعد كوستاريكا تحركوا، ربحوا الجابون بواحد، وربحوا داروا ماتشين مع خسروا مع ليزان، خسروا مع المانيا، خسروا مع المانيا، والمانيا مشات. خسروا مع المانيا هي داك هو الربح ديال المانيا. نعم، يعني الحضور ديالهم. تفضل السي محمد. ديك الكوستاريكا خسروا غير الماتش الاول، ما باقي الماتشات الاخرين كلهم كانوا مزيانين. نعم. علاش الاسبان ربحوا 7-0 ومع الجابون اش داروا الاسبان؟ والو. مع الالمان كانوا لاعبين الوسط وداكشي، وتماركا كانوا يخسروا في الاخر. نعم. المهم كانوا يخسروا جوج ماتشات. نعم. بالنسبه لنا بالمغرب راه حسب انهم بزاف هذا العام. سي محمد رابح شيشه، شنو هي رسالتك من سويسرا الى قطر؟ اش تقول لهذوك اللاعبين؟ واش تقول لهذاك المدرب؟ واش تقول للجماهير؟ وحنا سعداء انت معنا الان على المباشر. اخويا انا بغيت لهم يبقى يلعبوا كما لعبوا مع الماتشات الثلاثه،
والفرحة اللي بغي يفرحوني مزيان وما يربحوا السبانيور ولا البرتغال يربحوا السويسرا يربحوا البرتغال وحنا نتلاقاو ويطيحوا مع سويسرا ما يطيحوا معك انت مع سويسرا باش حيت هنا في سويسرا كلشي راه كاع الناس في مارتيني فين ساكن ماشي كلشي كيتهضر ليا على المغرب قال ليا المغرب فرقة واعرة راه ميم قال ليا الا جاوا مع الا تلاقاو معنا في الكافينا راه يربحونا بحال والو هنا تيقولوا هنا الحمد لله المغرب بينوا بزاف كانوا مزيانين الله يحفظهم الله يحفظهم شكرا جزيلا لك سي محمد اش بغيت بارك الله فيك نعم. واش هو معك صابر بغيتي تقول شي كلمه للشيشه ايوا سي محمد راه عارف الاخ ديالنا ويعني فين ما كيجي المغرب كنكونوا مجموعين كنتمناو ان شاء الله باش يعاود يجي باش يعاود يجي ونعاود نفكروا الزنقي ونفكروا الدراري المجموعه نفكروا العلوي الناجح العلوي الناجح توفى لي واحد ولد عمو توفى لي واحد ولد عمو راه كان كيعيط لك سي بوستا ابو سي هاد السيب لي زابيل ديالو ونتمناو شي شان ان شاء الله هذا الشيء اللي قلتي يتحقق باذن الله الفريق الوطني ان شاء الله لا انا عندي الثقه الا مشاو تلعبوا كما لعبوا لي 3 ماتش غادي تكون نتيجه مزيانه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله داكشي اللي بين لنا البروميير تور راه داكشي راه من داكشي راه شوف يلاه الدعوات ديالك من سويسرا للدوحه واخا سيدي تبارك الله عليك وشكرا اخويا تبارك الله عليك خويا وتكون بخير ان شاء الله نسلم على جميع المغاربه اللي كيتسندوا شكرا 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 يعني هذا مونديال ديال استثناء رانيت واحد قال لك المرحله الصعبه داس لانه كان الافكار مشتعله على ثلاثه الافراق نعم دابا انت عندك فرقه واحده البروجي جو ديالها واضح الصبرين ما كتغيرش البروجي جو هي مازال ما وصلت يلا واصله واحد 50% مازال ما ديفلوبا هذا الموديل دو جو ديالها لانه ما عندهاش ليكسبيريونس لاعبين صغار الى استثنيتي بوسكيس براسك هذا هو اللي دار جوج لعابه ديال برشلونه هما اللي جوج لعابه برشلونه دونك هادو عندهم ان بروجي من هنا لكاترو انه يقدروا يلعبوا على الارقام باقي غير يخطئوا انا ودي شفناهم في المقابلات كان كوستاريكا كانت باقا ما عرفتش ما عرفتش كيفاش اونطامي المونديال ديالها الشيء اللي خلى انها انهزمات ولكن من بعد ولينا كنشوفوا اسبانيا بقى ديك التجربه ديال المونديال ما كايناش بالنسبه للاعبين ديالها دونك المنتخب دخل لدور المجموعات بواحد التجربه يعني واحد النضج سواء تكتيكي وانا غنرجع للمرحله ديال الوحيد هي المرحله ديال الوحيد راه كانت مفيده لينا نعم طبيعي الحال خدينا منها دروس حتى اللاعبين بانه اسم المنتخب اعلى من اي واحد اكيد لانه موراه شعب اللاعبين فهموا هذا الميساج بانه حتى الاخطاء اللي نوقعوا فيها مره اخرى ما خصناش نوقعوا فيها دونك كان درس لينا هذيك الحقبه واستفدنا منه لانه هو عنده مبادئ ديالو قيم ديالو كيدافع عليها وعنده حويجات مزيانه يدافع عليها سان اونترينور اللي خلى البصمه ديالو وخلى لنا واحد القاعده الان جينا حنا كلنا خصنا نستافدوا من الاخطاء للاطار للاعب وهي اللي خلاتنا نوصلوا لهذا الشيء لانه كوننا مجموعه قويه الثقه رجعت لبعض اللاعبين هي النتيجه كاينه واللي كنتمنى هو انه نزيدوا نستافدوا من المرحله ديال 86 نعم نعم لانه المرحله ديال 86 كيفاش ضاع لنا ذاك وكانت عندنا كانت عندنا كل شيء حتى الدقه 87 عاد سجل عندنا خطا السذاجه وهذه عند اللاعب الافريقي هي انه كتكون بعض المرات اخطاء بسيطه اللي كتدير نرجعوا لهاد التفاصيل كلها بعد لحظات مستمعاتي مستمعي الكرام وصلنا للساعه الثانيه كان غادي يكون معنا السي العلوي الناجح لاعب سابق للوداد وعضو جمعيه قدماء لاعبي الوداد ولكن رزئت العائله ديالو في وفاه الابن العم ديالو يعني الله يرحمه ويوسع عليه مستمعاتي مستمعي الكرام نستأنفوا العمل بعد الفاصل يبقوا معنا اليوم كيتجدد اللقاء بين المنتخب الوطني المغربي ومنتخب إسبانيا أول لقاء كان سنة 1961
ديك ديك التركيبه ديال الغنيه واللي كانوا فيها دوك العفاريت ديال كره القدم، منهم من قضى نحباه ومنهم من ينتظر. مازال تنذكروا هذوك اللاعبين اللي كانوا فيهم مجموعه ديال المحترفين، مواهب كبيره اللي كانت هذيك 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 الساعه. سي عبد الرحيم راه كتذكر فيهم؟ كنتذكر فيهم بعد انا بحال مصطفى البطاش الله يرحمه، العربي الله يرحمه، العربي ديال طاطوم. العربي طاطوم. العربي يعني كنا كنقولوا حنا في الوداد العربي تريجي، العربي دريجي، العربي تريجي كانوا كنقولوا العربي تريجي. نعم الله يرحمه طاطوم، حتى هو الله يرحمه عبد الرحمن بن المحجوب، عبد الله الزهر، عبد الله الزهر، محمد الرياحي، الرياحي اللي سجل الهدف الاول في الدقيقه 40، ايضا عبد الله الانطاكي، عبد الله الملاقا، ملاقا سجل في الدقيقه 64. هادو جوج راه البارح استضفناهم بجوج، ملاقا حصريا ومحمد الرياحي. كان من بين المواهب كيف قلنا كان عبد الله الزهر، عبد الله الزهر، الله عبد الله الزهر. وكان الابيض ديالك؟ نعم كان الابيض، حراسة المرمى كان الابيض، كان حراسة المرمى، كان مكناس، نادي مكناسي، لا لا مغرب فاسي، مغرب فاسي، الابيض ديال فاس، الابيض ديال فاس، اه فاس، فاس ديال فاس. في الفينال اللي تلعب هنا في الدار البيضاء، وكان جديدي مكناس فاس، كان جديدي ديال غرناطة، كان طاطوم، اه طاطوم، كان طاطوم، عرفتي واحد العدد ديال، ما كانش بابا؟ لا لا ما كانش بابا، لا ما كانش بابا، نعم المحجوب، نعم كان عبد الرحمن بن المحجوب 1961، هذوك هذاك الجيل ما يتكررش، ما تكررش بطبيعه الحال. السي عبد الله الزهر اللي كان لعب لريمس ولعب غرونوبل، ثم لعب الطاس، الوداد، الرجاء، الماس، لعب لهاد الفرق كلهم، وكان من خيرة اللاعبين، كان مبدع بالقواعد. هو من مواليد 21 شتنبر 1939، وتوفى هذه 7 سنوات. كان صديق عزيز سي عبد الله الزهر. سي عبد الله الزهر من ديك التركيبه اللي لعبت المباراه بجوج، لعب لالي هنا الايام ولهي، ولعب الذهب في ملعب ديال مارسيل سيردون ديك الساعه، مارسيل سيردون هو كان مركب محمد الخامس. نعم ثم لعب في مدريد، مدريد كانت نهار 12 نوفمبر المباراه ديال الذهب هنايا، خسرنا بواحد 1-0 سجلوا ديرسول. ثم المباراة الثانية لعبت نهار 23 نوفمبر 1961، وهذاك القرار كان ظالم، لأن الفيفا ذاك الوقيتة دارت واحد المشكل اللي خطير، فرضت علينا أننا نلعبوا مقابلة فاصلة، حنا غلبنا كاع الفرق ديال إفريقيا ولعبوا في وكان ديك الساعة كان رئيس ديال الاتحاد الدولي لكرة القدم كان ستالنر روس، هذاك أنجلي إنجليزي هو اللي كان ديك الساعة رئيس ديال الفيفا، فرضوا علينا أننا نلعبوا مع فرقة من أوروبا، وحنا ربحنا من هذاك هذاك الشيء. علاش المنتخب الوطني المغربي ملي زير إسبانيا الفيفا رجعوا الله واحد شويه وما اعترفوا، كان ما عندناش بلاصه كامله، كان عندنا نص بلاصه حنا هذيك الساعه في افريقيا. اذا من بين اللاعبين اللي كانوا متميزين كان السي عبد الله الزهر. هذه مناسبه نكرموه نتكلم ونستحضروا صوته، هو توفى هذه مدة 7 سنوات. كان لنا معاه مجموعه ديال اللقاءات في الخزانه الصوتيه، وحنا حاضرين، حنا نقولوا الله يرحمه، الله يرحمه، وعنده الابن ديالو فنان ايضا في المجال ديال السمع البصري والابداع والسينما، نتمنوا له ايضا التوفيق. وعبد الله الزهر كنا تحدثنا معاه شوش كيفاش كيتكلم على ديك المجموعه. السي عبد الله الزهر واش نقول لك؟ تقريبا ما كانوش عندنا مباراه ديال الكره، كانت بحال مثلا بحال غادي نمشيو نحرروا شي بلاد ولا نحرروا شي نحرروا شي قنط ولا شي هكذا، فهمتي؟ كانوا متحمسين الدراري لدرجه على انهم حيث اش نقول لك؟ يعني كنت كنشوف بطاش وكنشوف سميتو في الفيسير، الناس خرجوا على عقلهم، يعني خصهم يربحوا وخصهم. شكون اللي كانوا ديال المحترفين كاع ديك الساعه؟ كنا ديك الساعه 8 محترفين. كان من غير محترفين كان ديك الساعه الابيض اللي غارديان بيت، والعربي ديال الوداد الله يرحمه تاهو. خطابي وديك الساعه جديدي عاد مشى لكرونات جديدي، الله ديك الساعه مشى البروفيسيوناليزم. كان الرياحي، كان الرياحي، كان القصبي، عبد الرحمن المحجوب، التيباري الله يرحمه، ابراهيم تاتوم، انا، عبد الله الملاقا، شكون الاخر اللي كان؟ 8 كنا 8 تقريبا.
في الدار البيضاء كان 1-0. كان 1-0 وفي مدريد 3-2. كيفاش تمارك هذاك البيت؟ شكون مسؤول عليه ولا تروح مسؤول عليه؟ لا بالحق كان في مدريد هذا في مدريد كيقولوا على ان جديدي ما جديد ما كان جديدي اللي يديك اللي يخليك انت الكره غادي خارجه وجدي خدا من جيت لاصورتي صحاب واش واحد صاحبنا اللي خرجها اللي كنا لان هذاك الانترينور في اللي كان عندنا كان تيقول لنا في الفيستيار في لي كونسيون سميتو ما ديروش لي كورنير لان تضعف سبليون كنقزو مزيان من الراس كيقول لنا سبليون كيلعبوا مزيان من الراس ما ديروش حاولوا تجنبوا لي كورنير وجدي مشى لهذيك الكره باش ما يخلاش يخرج كورنير وخرجها ومشى تل تقريبا الميليو تاعنا ولكن يضربوها طويله وخذا دي ستيفانو ماركا تيقول افعل كان مدي هذيك الساعه تيقول لك جديدي ما جديدي وهي مش جديدي فمشات الكره ما علينا والبيت الثالث اللي ماركاو علينا بيتات كنا طلعنا كانوا دري طلعوا كلهم منهم العربي الله يرحمه مسكين كنا طلعنا كنا فوق منهم لاعبين فوق منهم وطلعنا وعرف مع سميتو كنا بغينا انجليزي ولا كنا ديك الساعه خاسرين لا يا ربي خاسرين بجوج لواحد وكنا بغينا انجليزي وطلعنا فوق منهم سميتو داروا كونتر عاوتاني مشى بوحدو هذاك كويا ما كان علينا المباراه ديال مدريد ديال مدريد ديال مدريد ثم 13 كان لعب مباراه وحده كنعتقد لا لعبهم جوج 13 كيف كان مع المهاجمين مع ديل سول ومع امانسيو مع ستيفانو لان تتعرف هذاك فيرود كانت عنده واحد الشكل ديالو غريب قادر فيرود اللي كان المدرب ديالو في نيم عنده واحد الشكل ديالو غريب هو بالنسبه له ما كاين لا دي ستيفانو ولا خينتو ولا كاين بنادم تيقول ليه بالطاش مش كوني با دي ستيفانو تيقول لي جو كوني با دي ستيفانو يعني هذا كانت فرصه ديال الفيرود هي هذه لان جملت شي قبل ما ندخلوا للتيران عيط علينا مشينا لجيت الدوش وجبنا ضرنا به وقالنا راه يديكم عطينا يدينا وقال لنا عرفتوا شكون اللي كان كيحكم هنايا حنا كنتسائلوا شكون اللي كيحكم هنا الكره قال لنا ما عرفتوش العرب راه العرب اللي كانوا كيحكموا انا بغيتكم تدخلوا لهاد التيران وتحكموا غير هو قال لهم هادشي هذا وبنادم بغى يحكم تما صح جميل شوف كيفاش الحماس شوف المدرب اللي كان المدرب قادر فيروز انت تلقى واحد الحافز انا كان هادو ما جيتش المقابله الاولى انا انا ديك الساعه باقي صغير وكنسمع الوليد الله يرحمه كيعاود لي عليهم حيت هنا في الدار البيضاء كان الوليد الله يرحمه تفرج وكيعاود لي عليهم كانت يعني هاد الهضره اللي قال 20000 متفرج هاد الهضره اللي قال المرحوم عبد الله الزهر يعني هذيك المجموعه كلها نفس الهضره كيقولوا نفس الهضره يعني كيدويو بلغه واحده كلهم ما كيعرفوا والو كيعرفوا هما غضربوا ولكن باش مع كامل الاسف ما المباراه الثانيه محمد لعب فيها الخلفي لا لا ما نضمنش لا ما نضمنش الخلفي لا حتى انا كنت كنصحاب الخلفي يلعب الساعه الخلفي لا من لا ما لعبش هذه الخلفي ما كانش حيت الخلفي وقت المباراه اللي جرات في اسبانيا راه كان فيها 60000 متفرج نعم عرفتي راه كان الدار البيضاء كانت فيها 25000 حيت كان المركب ما كيستحملش ما كيستحملش وكان عرفتي كان حتى التنظيم كان على قد الحال وكان كان بزاف ديال كان المدرجات ماشي كبيره كان المدرجات كانوا عرفت كيفاش كانوا الناس بزاف كيتفرجوا واقفين تما كان واحد بحال العقبه هنا وهنا على دخلات الباب كانوا الناس كيبقاو واقفين تما كان غطراب تما داير بالتيران وداك الشيء وكيف قال السي محمد الرياحي البارح ولا ايضا عبد الله دمالاكا قال لك عذبناهم قال لك في مدريد قال لك كنا قراب حسن قصبي لعب مقابله ديال الذهب ما لعبش الاياب ما لعبش الاياب وهما كانوا ضاربين ليه الحساب لان حسن قصبي راه كتعرف كان مكلاسي هو باقي الان ضمن افضل هدافين في فرنسا من ضمن 11 الهدافين ديال فرنسا في البطوله ديال فرنسا كنت عبد السلام عبد السلام الله يرحمه وهذا كيبان على ان كاين كانت كانوا التحكيم كان ايطالي نعم سيزار نعم ايطاليا كان سيزار ايطاليا نعم غادي نبداو غادي نمشيو نستمعوا التحقت بنا الان مخرجتنا عن القسم الفني كوثر قوطايا كوثر مرحبا
غادي نمشيو ناخذوا معنا نستمعوا اللاعبين، غادي نستمعوا الى يحيى عطيت الله ماذا يقول على هاد المقابله. ونعاود نذكر مستمعاتي ومستمعي الكرام راه معنا حيت غادي ناخذكم في الاراء ديالكم، معنا الاطار الوطني السي محمد بوطهير ولاعب سابق ايضا، ومعنا لاعب سابق ورئيس جمعيه قدماء لاعبي نادي الوداد الرياضي واللاعب السابق اللي هو الحاج عبد الرحيم صابر. وعن القسم الرياضي صديقي الاعلامي مصطفى بوشتا. يحيى عطيت الله كنشوفوا تاهل مستحق لاننا جينا للمونديال باش نكتبوا التاريخ ان شاء الله. الحمد لله خدمنا مزيان ومازال كنخدموا، مبروك علينا التاهل. المقابله المقبله كنشوفها انها مقابله صعبه امام خصم اللي قوي، ان شاء الله نستعدوا بما فيه الكفايه باش نحققوا التاهل ان شاء الله. كما كان الجميع ان الجماهير المغربيه شغوفه بكره القدم اللي ديما مساندينا الحمد لله كيحضروا الملعب بكثافه. كنبغي نشكر الجماهير اللي كتحضر ولا الجماهير اللي خلف الشاشه اللي مستطاعش تكون في الملعب، كنبغي نشكرهم. كنبغي نشكر العرب والافارقه اللي كانوا مدعمينا وشجعونا، وان شاء الله كما قلت لك اننا نزيدوا نشتغلوا اكثر باش نتاهلوا ان شاء الله للدور الموالي. كاين طموح يحيى عطيت الله منتوج ديال البطوله الوطنيه وحاضر مع لاعبين محترفين تلقوا التكوين الاكاديمي كيلعبوا في واحد المستوى، ولكن هو لا يقل المستوى فنيا السي محمد بوطير. رجعوا دابا رجعوا منتوج ديال من ديال اولمبيك اسفي طور المستوى ديالو. نعم اتحاد مع الشامبيونز ليغ وهذه مع الوداد. دونك شوف هاد هادو اللي كيعطونا هاد الفروق دابا خصهم يتجازاو صراحه، لانه هاد لي سونتر اللي كيخدموا نورمالمون نزيدو نقويوهم. لا هذا ديال اولمبيك اسفي لا دراجه دابا ولات اكاديمي، نتمنوا الوداد حتى تكون عنده اكاديمي لانه محتاجين لهاد لي سونتر دو فورماسيون. انه القاعده هي المهمه. دابا شنو كتبريزونتي سبليون؟ شنو كتعطينا؟ كتعطينا منتوج ديالو. نعم حنا راه عندنا منتوج ديالنا، دونك علينا نطوروا، علينا نعطيو الامكانيات لهاد الفرق. وبعدا قضية الصبليون ما بقاش داك التهريب دابا، صافي سالينا حبسنا داك الشيء. لا حبسوه صافي، ما كاينش حبسوه. نقلبوا على الشوكولات ديالهم، نقلبوا على الشوكولات، نقلبوا على كنقلبوا على الشوكولات على الفرماج ديالهم. دابا كنقلبوا على باش نربحوهم ونخرجوهم. انت هازم الشامبوان الصابون كيقول لك صعب، ولكن حنا شنو عندنا؟ حنا عندنا منتوج ديالنا دابا، بدات ليدونتيتي ديالنا تتبان. غير كان واحد هي كانت غير رجعنا ليها، لا رجعنا ليها بواحد الالتزام، يعني بواحد النضج تكتيكي. لانه دابا كتعرف انه كيحت هاد دابا هاد الفرق اللي غادا تمشي حتى للفينال كتحتاج جوج حوايج، ما هو بدني وما تكتيكي. هاد لي بارامتر مهمين. دابا الا كنتي بدنيا مجهز، وحنا الحمد لله كاين دابا لا ريكيبيراسيون اللي عندنا، يعني كيسترجعوها عندنا طاقم طبي مهم تعاون هاد اللاعبين في لا ريكيبيراسيون. دونك ديما غتكون يعني حتى الفيفا كانت جمعت هذوك الاطباء وجمعت طبيعة. يعني دارت واحد العدد باش على قضيه لا ريكيبيراسيون مهم بزاف، اللي فيها التغذيه وفيها الراحه وفيها النعاس وفيها في هذه الامور كلها. على ابو السي على اطر جبتي عطيت الله في المباراة اللي دخل فاش كان خرج مزراوي، يعني انا استغربت لو ريتم باش دخل، يعني بحال كان يعني لعب المباراة من الاول ديالها، يعني ما بانش بانه كلاعب احتياطي. وهذا راه لاعب راه بطل افريقيا، هذا طبيعة الحال بطل افريقيا وبطل المغرب. وبطل المغرب عندي جوج جمعات. ما بانش اللي داخل وسط منهم راه داخل ما بانش بانه ما بانش بانه زعما يعني ضعيف او يلا دخل او باقي خير. بالعكس انا فاش شفتو تبهضت، يعني هذاك المقابله السي ابو السيد بالك واحد لاعب عطيت الله سبحانه وتعالى بانه لا بانه يعني لا ما ماشي ذاك النوع اللي الواحد غيدخل وداير بحساب الماتش ولا خايف ولا شي حاجه. كان مطلوق كنلعب فاش دخل لعب مطلوق. نعم عبد الرحيم صابر انا غادي نفاجئك، انا غادي نربط الاتصال ب زميلنا الاعلامي من الرواد نجيب السلمي. الله ودي الله ودي حنا ديما شتي نجيب السلمي. لا شتو واحد المره فاش طلعت الرباط ايوا تلاقيت لا مقلت مع سميتو الكرت الكرتيلي. نعم مع الكرتيلي شت نجيب السلمي. نعم
سيدي نجيب انا كنقلب لك كاع على صحابك نجيبهم لك نجيب. الحمد لله. اللهم الحمد. سلم على الجميع، سلم على الجميع، تبارك الله عليك ابو السهل. كل شيء كيسلم عليك خويا، كل شيء، والحمد لله. وانا سعيد نسمعك. انا واحد المحل عمومي كما كيقولوا، وكنشوف واحد التلفزيون، وبان لي في التلفزيون واحد القناه اللي هي اجنبيه، هذيك اللي كدي كاس العالم، كتورد تدير واحد الملخص على الفريق الوطني. نعم. وقال لي الصوره تاع واحد السيد اللي ما عنده ظهر. والله الا قلت سبحان الله العظيم. قال لي وصول واحد اللي يوديك. انت هو كاين في الصوره تما. وكاين مرخص على الفريق الوطني كيفاش الصوره. نعم نعم نعم. نقول يا عباد الله. هذيك كتطبق علي واحد الهضره كيقولوا العربيه بكري عندك السر من المقله. الله العظيم المقله نيت اللي كيكون فيك كيبان لك الطير داك الشيء. يكون غاصبر شويه وسع خاطرو غيكون حتى هو ما بين منتصرين، ولكن الحمد لله. الحمد لله. كل شيء عند الاجل ديالها كل شيء. سي نجيب الان دابا السوايع تيقربوا والدقائق تيقربوا، الكل تيتحدث على المغرب، تيتحدث على اسبانيا. البارح كانوا معنا جوج ديال اللي دوزناهم اللي كانوا سجلوا الاهداف، وعاد هذه واحد خمسه دقائق يعني عاود درجت واحد اللقاء كنا جريناه مع المرحوم عبد الله الزهر اللي كان ضمن هذيك التشكيله تا هو، وتكلم قال لك اودي ملي دخلنا البيستير تنشوف قال لك في الوجوه ديال اللاعبين قال لك بحال غادي يدخلوا يحروا شي حاجه. قال لك عرفتي قال لك قال لي المرحوم طاطوم قال لك ملي دخلنا لسانتياغو برنابيو في ذاك الماتش روتور، لان دابا هذا الجيل دابا تبارك الله صنعنا به عليه هذا الوقت هذا راه كتشوف كل شيء. نعم. هذاك الوقت 61 كتقول له غنمشيو نلعبوا في مدريد بعدا، اشنو هي مدريد؟ نعم. في التلفزيون وخاصمت انا ضرب وغادي للماتش روتور وداوك ديال سانتياغو برنابيو ما كانوا كيشوفوا حتى في التلفزيون ما كاينش. قال لي ابراهيم طاطوم الله يرحمه قال لي بقينا هازين عينها في ذاك الحيط تاع المدرجات. ورغم ذلك هذه الفرقة كانت رابحة، هذه ديما كنذكرها رابحة في البروميير ميتون 2-1. نعم. إذا كانت إسبانيا غتقصيها المغرب من كأس العالم، لأن يعني هذاك كان ماتش براج. ولكن قودية ما قودية في ذاك الوقت لا كاين لا فار لا هذاك، المهم راكم عارفين التاريخ ما كاينش بقى نعاودو، كيبان لك بحال كان كنعاودو بزاف. المغرب خرج من لا فيفا. وتبعدوا لافريكا. نعم. راه ما مشيناش لكاس العالم 66. نعم. اللي كان غيدوس في النجليز ومترأسوا الرئيس على فيفا ذاك ستانلي روس. ستانلي روس نعم. وافريقيا كل ما شاركت لا تأيد لا في كاس العالم تاع 66. ودخلوا دابا افريقيا دخلت الفيفا سوق راسها هذيك المره. راه لا فيفا كتخمم واخا تقلب هذه الكره هذه. لان بارك من السيطره الاوروبيه لما بدي على والو. اليوم كنحل اليوم هاد العشيه لا بغى الله لان كلشي بيد الله يمكن تخرج فرنسا والانجليز. ماشي بعيده. ماشي بعيد ممكنه كيما قدت يمكن تخرج البارح الارجنتين هي وميسي ديالها وكلشي، لان تقول استراليا ركلتها الدوزيام ميدو. نعم. لا احنا كنبغيو ميسي وفرحنا ملي ماركا البيت، ولكن هذاك المجهود اللي دارت استراليا بالعطي الله بالكونديسيون فيزيكيتو كون كان داروا جوج وعطاهم لي برونكاسيون نعم الله شنو يوقع الارجنتين. نعم. لان وتيقول لك راه ذاك الحارس تاع الارجنتين عطاك الكره ما عطاكهاش ضربات له في الدو. نعم.
ديال الكره. اذا راه اللاعبين بخير وعلى خير، الطاقم الطبي خدام مزيان، كيسترجع دوك اللاعبين، كاينه لومبيونس، كاين الجمهور متحمس. ملي سولنا شحال العدد ديال الجاليه المغربيه اللي مقيمه في قطر، ما بين 11000 و 12000، ولكن الان عدد المغاربه اللي داخلين فاتوا 230 ولا 240 الف اللي دخلوا الان، والملعب كيهز 45000 فقط. السي نجيب اسمعني يا سيدي، اسمعني يا سيدي ابو سعد. نعم. انا كيعجبني نهضر معك على التاريخ، لان انت من الجيل ديالي. اكيد. راه حنا واحد الوقت كانت واحد الفرقه اللي كل كان سيدي قاسم مسيطرة. وكان اللي جا سيدي قاسم تياكل العصا من جوج جهات. مول العود. مول العود. السلام السلام. مول العود. السلام. واحد النهار واحد النهار لاعبين احنا مع المغرب الفاسي. والمغرب الفاسي كان ذاك الوقت داخلين. وكي تقول لهم قالوا مين انت؟ قالوا لنا سيدي قاسم. دابا دابا هنا في القطار. اللي هاز الدرابو المغربي اللي مدير الكيتما تاع الفريق الوطني راه هو مول البلاد. اسمح لينا زعيم، راه لانك بقى المغرب، المغرب اللي هاز العلم تاع العرب بفضل الله. الحمد لله. والحمد لله، الحمد لله، كل شيء كيظن كيتمنى من ان المغرب غير بحث اسبانيا ان شاء الله. هذا هو اللي كنتمناه ان شاء الله. ان شاء الله سيدي نجيب، نخليك ان شاء الله. موعدنا يوم الثلاثاء القادم في النقل والتفكيك ديال هاد المقابله. كاين حماس، كاين 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 يعني تعبير تعبير رائع. اكيد تجربه. كاين نعم سي عبد الرحيم صابر، كيف كتشوف الان هاد المنتخبات اللي خرجوا؟ راه خرجت المانيا سيدي، ولكن المانيا انا ما جاتنيش زعما شي مفاجاه، حيت حتى فروسيا ما دازوش في الدور الاول. نعم. يعني الكره في المانيا يعني رجعت واحد خطوه او جوج خطوات للوراء. شفنا فروسيا كيفاش تكلاصاو الثالثين وما دازوش، وشناهم نفس السيناريو تكرر هنا. يعني ما جاتنيش انا غريبه في المانيا، وما تجينيش غريبه انا جات فاز، حيت فلاش شفنا السي ابو السالم الماتش الاخر ديال فرنسا، وانا من الناس اللي كنحكم تقريبا على الفرق بالبونتوش ديالهم. ففرنسا لعبوا تقريبا لعبوا كيقولوا دوزيام ايكيب، واخا كاينين اللعابه اللي كانوا زعما بارمي لا ليست ديال لي تيتولير، ما قدروش يوصلوا للبوطو، ما قدروش ينتصروا على تونس. ما انت واحد الفرق ضعيف، كيفاش انت بغيتي دا؟ انا بالنسبه لي فرنسا ما غاتمشيش بعيد، كيفاش بغيتي انت تمشي في بعيد في هذا كاس العالم وانت عندك في كرسي الاحتياط الناس اللي ما قادرينش يزيدوا؟ فكنظن بان غادي انا بالنسبه لي هذا كاس العالم غتكون فيه شي مفاجاه باذن الله. وكل شيء تيقول لك هذه مفاجاه، غتكون مفاجاه، بداو المفاجات بعد السي محمد غتكون الفروق اللي تاسفت لهم وهي كندا الولايات المتحدة، لأنه عندهم واحد الفريق يعني غير خانتهم التجربة ربما في طور البناء. فهاد الفروق غنشوفو من بعد، من هنا لأربع سنوات غنشوفو هاد الفروق بأنهم تيمشيو للألقاب. بالنسبة لفرنسا دابا ما نمشوش شوية في الأول، لأنه كتعرف فرنسا عندها يونيك. مثلا وقتاش غيبان لك ذاك اللاعب في الاحتياط خصو يدخل مع ديك ليكيب، فهمتي؟ لانه هذوك اللي لعبوا ديك النهار مع تونس كلهم ما لاعبينش بيناتهم، كلهم ما عندهمش، ولكن وقتاش تيبانوا؟ ملي كيكونوا دوك 11 لاعب كتحيد جوج ولا تدخل جوج، ملي كتحيد ملي كتحيد 6 8 صعيب. فاش فاش كتكون ما غاديش ما يكونش ما تكونش فرقه، ولكن الوقت اللي غتتجلس مثلا غير لاعب من فرنسا وتدخل واحد اخر من هذوك راه غتبان لك لا فالور ديال فرنسا. دونك كاين هاد لي زيكيب اللي كاينين راه باينين، وكاين لي زيكيب اللي جايين هو منهم حنا المنتخب ديالنا ان شاء الله. ان شاء الله. شنو الهزيمه ديال الانتصار ديال المغرب؟ اولا المغرب دار المنتخب الوطني المغربي دار مشكل كرواتيا. كرواتيا بكلشي ولا لا حديث الا على المغرب. ايضا بالنسبه لبلجيكا المدرب راه مشى فحالو. غادر. هي بلجيكا جات بالتراكمات. نعم. وجات بلا زيزاني. نعم. جايه للمونديال كاينه مشاكل. كان راه كان لونترينور غيمشي قبل، هو كان غيمشي ولكن بغى يخليها تيسالي المونديال، لانه شنو قوتنا حنا دابا؟
قوتنا هي هي روح الفريق، روح المعنويه، الثقه، الفيسيار. دابا هذه هي قوه الفريق الوطني اللي كنا مفتقدينها. بلجيكا مشات لها هذه القوه لانه كانت مشاكل كبيره، كانوا غير تيتسناو هذا بحال دابا كيتسناو داك الانفجار جا في المونديال. دونك الكرواتيا نو، كرواتيا سيتي ايكيب اللي كانت قويه بين القوه ديالها، وزايده ماتش بعد ماتش كتقوى. دونك هادو ما بين الفروق اللي يمكنهم يمشيو حتى هما لابعد نقطه. وبالنسبه اسمح لي وبالنسبه سي ابو السهل المدربين، ف يعني الهدف ديال المدرب في هذا كاس العالم هو يمشي بعيد. نعم. فاش بحال هكا كيتقصى اش غيبقى مازال يدير في الفريق الوطني؟ دابا المدرب ما يدير هو كيقدم الاستقالة تاعو. دابا المدرب في قطر نقولوا له الله يطول عمرك. في هذا الشيء اللي كاين مازال سمع، مازال سمع مازال سمع مدربين اخرين ان شاء الله غادي تسيفتهم. شوف الاخر اللي بان في هذا المونديال هذا هو لعنة الاصابات اللاعبين المعطوبين. فرنسا راه تعذرت كثير. المنتخب الفرنسي، المنتخب الفرنسي راه عنده مجموعه ديال اللاعبين المعطوبين مصابين. ما ننساوش هي مرحله صعيبه. ما ننساوش سي صابر هضر على البرازيل، ما ننساوش بان نيمار دينامو الفريق مصاب. احنا المنتخب الوطني ديالنا تعرضوا لنا اللعابه للاصابه. نعم. حكيمي كنا خايفين عليه. الاصدقاء الى غادي نمشيو الى سمحتوا غادي نمشيو لبلجيكا، وغادي نمشيو عند السي عبد اللطيف خلال. عبد اللطيف خلال اللي عاش تقريبا من الستينات في بلجيكا. هذا لعب الكره في الحياه الصغيره، لعب في درب غلف زقرب. لعب هي زقرب، كنا حنا كنقولوا زقرب، كنقولوا لها زقرب. الحياه الصغيره هي زقرب، الحياه الصغيره درب غلف. وراه الدرب ديالنا هذا السي عبد اللطيف خلال، وكان ايضا من المنقبين على المواهب. راه هو اللي عاون بوصوفا، اكتشف بوصوفا، اكتشف نبيل درار في بلجيكا. غنمشيو لعند عبد اللطيف باش نشوفوا الواقع ديال هذيك الهزيمه ديال بلجيكا امام المنتخب الوطني المغربي. سي عبد اللطيف مرحبا بك. سي عبد اللطيف فين هو؟ عبد اللطيف الو؟ معايا سي عبد اللطيف. يلاه كنسمع صوتك بعيد شي شويه. سي عبد اللطيف مرحبا بك. السلام عليكم، مرحبا الاخوان، ونتمنى ان شاء الله التاهيل ان شاء الله ومسيره موفقه ان شاء الله جيده للمنتخب ديالنا ان شاء الله. فين مدينه دابا انت في بلجيكا عبد اللطيف؟ واحد شويه ديال واحد 15 كيلومتر على بروكسل. على بروكسل. بحال حد السوالم قريبه مع الدار البيضاء. قريبه سيدي مسعود. قريبه وصافي. 15 كيلومتر. شوف انا راه كيسلم عليك عبد الرحيم صابر اللاعب الدولي ديال لاعب الوداد، وكيسلم عليك الاطار الوطني السي محمد بوضهير والسي مصطفى بوشتى الاعلامي. يعني بلجيكا كيفاش عاشت هذيك ذاك اللقاء مع المنتخب الوطني المغربي، وثم اشنو اللي وقع من بعد الهزيمه ديالهم بجوج لصفر؟ وداك الشيء اللي وقع راه وقع غير في المدن الكبار، فنقولوا في اوفيرس، لياج، كانت واحد شويه ديال وما نقولش. دابا الجمهور كان شويه عشق المغرب باش يربح، ولكن كان شويه ديال الدراري كاينين اللي كيتغموا هذيك الفرصه باش يهرسوا ولا لا لا. انا ما كندويش عبد اللطيف، انا ما كندويش على المنتخب المغربي، كندوي على 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 المواطنين البلجيكيين كيفاش تقبلوا، وكيفاش المدرب، واش المدرب مشى في حالته؟ المدرب مشى في حاله في هذيك اللحظه، نيت مشى في حالته في هذيك. دار واحد ديكلاراسيون دو بريس من وراء الماتش، قال لهم كنحتضر و كنقدم الديميسيون ديالي مشى، فهمتي؟ ولكن الشعب البلجيكي ما نكذبش عليك، ولكن تقبلوا وقالوا عندنا الفريق هذه 10 سنين هو سمعتين ما زادوش عليه شي تحسينات ديال الشبان وداك الشيء، عارفين رسوم الفريق عندهم عيان غادي الى داز كيدوز بواحد لا شونس، فهمتي؟ نعم. دونك سمعتين تقبلوا
وانا ساكن فواحد الحي تي غير هما ما ساكنش في الحي اللي فيه خوتنا كل واحد كانوا دايرين الرايات وداكشي وخرجت انا تبعت ملي خرجوا كيسلموا عليا وكيقول لي هانئه الفريق عندكم مزيان ودخلت شرب شي حاجه معنا وهادي كتفرح بما هاد الناس ما عندهم لا فين ودابا انت دابا المنتخب الوطني المغربي غلب المنتخب ديال بلجيكا وانت غلبتي هذوك صحابك انت معروض غلبتهم تقبلوا بان الفريق عندنا زعما احسن من ديالهم ايوا فهمتي وتكلمت نزيدك واحد الاختصار تكلمت مع بوات فليني حيت صاحبي كان لعب معايا هنايا في بلجيكا كيحبس هنايا وقلت له مدرا جادو قال لي المغرب احسن من اسمه قال لي ومروان فليني كان عيط له هذا المنتخب هذا مارتينيز باش يجي يعاون باسكو عارف راسو بين لا ديفونس عنده عيانه وشي كبر وما بغاش يجي مروان قال له راه عارف غادي غادي يكون مشاكل غادي يحصل وي غادي يحصل باسكو الفرقه هي انا ما عندكش لا ما كاينش ما درش انت دابا جدار ما حكش الابواب للدراري اللي جايين في الطريق الغوليف ما كايناش فهمتي صعب لطيف انت كتعيش في بلجيكا منذ الستينيات واش كاين شي مواهب اخرى انت كنتي وراء اكتشاف مبارك بوصوفا نبيل درار ولاعبين اخرين واش كاين مواهب اخرى الان تما اللي يمكن انها تدعم المنتخب الوطني المغربي واللي هو كيجمع اولاده الان المنتخب الوطني المغربي كيجمع مواهب من المغرب ومواهب ايضا لان كاين جوج الانواع المواهب كاينه موهبه كتزاد هنا وموهبه كيولدها مغربي ومغربيه خارج ارض الوطن ولا مغربيه هذيك اخويا انا ما كذبش عليك ملي مبارك بوشوفا دار واحد الباركور مع المنتخب ودار باركور حتى هنايا في بلجيكا عند ولد هولندا راك عارف جا هنايا لبلجيكا وداكشي دار واحد باركور مع اندرليكت اللي ما كانش عندها امينور من الاوريجين المغربي ما كانش عندها فهمتي كان بوشوفا لعب معهم تقريبا 6 سنين انا مع اندرليكت فريق كبير هذيك الساعه ودار واحد الباركور وكلشي الناس ولاو باغيين يتبعوا الطريق ديال مبارك اللي اختار المغرب هادي ولادو كيلعبوا شي بلاصه نموذج 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 وملي كنا كنديروا لي تورنوا وكنديو الدراري راه فراس ملي كنت هنا كنديو الدراري للتورنوا كلهم كيبغيو بوشوفا يجيو يشوفوه يتصوروا معاه وداكشي زعما كيدير واحد طريق مستقيمة الوالد عند الوالدين هو الاخرين وكلهم كيبغيو كلهم ما كاينش ما عمرش واحد رفض وباقي دابا كيتسنى باقي شي وحدين كيتسناو كنعرفوا واحد كيلعب فاندرليك نيت انوار ايت العاش كيتسنى هو كيلعب مع اي 19 ديال بلجيكا زعما حتى هما كيتسناو باش يعيطوا عليهم هادي مزيان هادشي هذا مزيان المنتخب الاولمبي ان شاء الله كاين المنتخب الاولمبي كاين اذا عبد الطيف خلال عبد الطيف باش نختموا انا وياك كيف كتتوقع المقابله ديال المنتخب الوطني المغربي مع منتخب اسبانيا يوم الثلاثاء القادم على الساعه الرابعه يعني 6:30 نكونوا اولا حيت كاين يمكن المقابله تمشي للشوطين الاضافيين يمكن تمشي ضربات الجزاء يمكن يعني 6:45 على ربع نكونوا في الضينة ان شاء الله ايوا ان شاء الله غادي على هذا الحماس اللي كاين وتبارك الله الدراري فيزيكمون وبحال تليبيراو في اللعب ديالهم دابا اسبانيا سبريتا هي عندها واحد لا جونيس حتى هي دابا داروا واحد التشكيله ديالهم تقريبا من برشلونه كامله من ليكول برشلونيز ولكن ان شاء الله حنا غادي يكون عندنا واحد عندنا الحظ ان شاء الله ولا عاوتاني بحال ماتشات الاخرين ديريكت موزيه شي لوبيل كارديو ان شاء الله تبارك الله عليك عبد الطيف وشكرا جزيلا على المساعده ديالك فين ما كنكونوا محتاجين لاعب او شي يعني وسيله ديال التواصل كتكون كتساعدنا بالتواصل انت كمغربي كتبغي وطنك وما شفنا فيك الا الخير لهذه السنوات كلها سي عبد الطيف الله يحفظكم وسلم على السي صابر قول له راني تلقيت له واحد العام مع المنتخب مع السي مفيد الله يرحمه ايوا مفيد محمد مفيد ديال الجيش الملكي
نعم تلقينا لي باش كان في هذيك الساعه يلعب معنا. واش ولد ماشي ولد الغلف؟ نعم ماشي ولد الغلف. لا ولكن عبد الطيف راه ولد الدرب غلف. عبد الطيف انا ولد الدرب غلف، انا لقيت في الدرب غلف وكل شيء. واش سي عبد الطيف؟ نعم خويا. وي خويا صابر صابر. وانا راه انا تقربت من سيدي بلاطو، راه ولد الدرب غلف. انت ولد الدرب غلف منين اصلا؟ انا ولد السوق اللي تحرق القديم وسط الزاويه. اه اللي حدا الزاويه، حدا باصير، حدا الزاويه، حدا الجامع، حدا الجامع، حدا باصير، حدا باصير، حدا باصير، حدا باصير. الله يرحمه بيك. الله يرحمه. باصير تزلقى 19. اه ايوا انا تزلقى 19. وانا كان 17. حدا الجامع، حدا الجامع. نزيدكم انا الزاويه، الزاويه، الزاويه. ايوا سيدي تبارك الله عليك. تبارك الله عليك عبد الطيف خويا، وشكرا جزيلا لك. شكرا، نشوفك في شي ساعه طيبه ان شاء الله. كان معنا عبد الطيف خلال مباشره من بلجيكا، وقربنا من الاجواء والواقع ديال الهزيمه ديال المنتخب البلجيكي. كيف ان الهزيمه امام المنتخب الوطني المغربي عجلت برحيل المدرب ديال بلجيكا ومشى في حالته. وهذه من اول المدربين اللي مشى في حالهم. دابا كان مونت هو اكدنا داك الهضره اللي قلنا سي محمد بوطيا، اكدنا الهضره اللي قلنا بانه كانوا منتظرين، عارفين ما كانش لا روليف، ما كانش لا روليف صعيبه. دوك كانت مشاكل، هما خداوه بارتياح، الاقصاء خداوه بارتياح قبل، حيت عرفوا هما انهم ما غيروش، عارفين شنو كاين. بلجيكا ما سهلاش المسار ديالها، ما عمرها دات كاس العالم، ولكن اي فريق يكون كيما بغى يكون كاين هاد مساله لا روليف، وكاين المشاكل الداخليه لداخل تاثر على اي فريق. وهذه قلت لك حنا هذه هي دابا القوه اللي ولات عندنا. وانا ما بقاش عندنا حنا مشاكل في الفريق، ولات روح الفريق. نعم دوك هي اللي كتكلم في هذه المقابله. ولكن عشنا واحد الفتره طبيعة الحال مع واحد بزاف ديال الاجيال كانت عندنا، ولكن المشكل فين كان؟ اللي قلتي هي اننا استفدنا من هذوك الاخطاء. مع ايميري ميشيل راه كانت المشاكل. الحاج عبد الرحيم صابر، سي محمد بوظهير، مصطفى، غادي نعاودوا نستمعوا الى وليد الركراكي. تيقول لك على ان المباراه ديال كندا وباش نتاهلوا يعني راه ما كانش سهل، هذاك ما كانش سهل، صعب من الاخرين. الماتش ما كانش سهل بزاف ديال العيا، ميم ليموسيون، هذيك الضغط، هذيك لا بريسيون، ولا خسرتي ديك ديما كترانا حنا المغرب، كتقول ديما غيماركيو عليك غيديروه، ملي ماركاو ديك البيوت جوج لواحد بحال اللي طحلعنا. بالحق اللي كان مهم هي الرباح، دو فيكتوار في هذا الجروب، 7 بوان. كنا ربحنا غير جوج ماتشات في حياتنا كامله في كاس العالم، ديرناها في كاس واحده. بغيت نقول شكرا للعابه، ملي كنقول لكم ديما ملي كاين ولاد الناس كيتيقوا باغيين يتقاتلوا على البلاد، وحتى هذا الجمهور اللي كيستاهل حتى هما عاونونا، ولا ما كانوش والله ما ندوزوا، كيبغيو بلادهم، وبغيت نحتي هذا لا فيكتوار الشعب المغربي. وحنا معاهم مازال غنتقاتلوا، il faut récupérer, il faut vite penser au 8e de finale. Mais je suis très heureux parce que باش نحكي لك اون انيكدوت. السيمانه كامله كنفكر 86، كنت باقي صغير، كان عندي 11 سنه، انا في شون بونليو فرونسيز، وكنت ومن المغرب ربحوا مع البرتغال كنت فرحان بحال اللي شي حاجه اللي ما كايناش. نعم الخطاب ديال المدرب تغير، فرق كبير بين خطاب وحيد وخطاب وليد. لكل خطاب ديالو، لكل رسائله، لكل والراجل كان تيحس، وحيد كيحس، كتكون كتناقش معاه كيحس وكأن انت راك باغي توقع به، بغيتي دير حاضي من هذا، دير هذا، مشاكل كيجي تيقول لهم سي تيرمين هذاك مشى في حالته، ماشي كتجي تقول لنا يعني الخطاب. نعاودوا نستمعوا لوليد الركراكي. الا عرفتي البريسيون اللي كان عندي، ما نكذبش عليكم، واخا نقول لكم اللي بغيتو، جينا في واحد التوقيت اللي كان صعيب، الحمد لله تاقوا فينا، حطينا لو ماكسيموم، والحمد لله لو ريزولتا هي دونك فوالا. والوالده والوالد كنبغيهم الحمد لله. دابا كيتكلم على ما بقاش كيتكلم على الوالده، دابا تا هو طلق مرتاح، لانه قلت لك راه الاصعب داز تجاري ثلاثه ديال المقابلات راه صعيبه.
صعيبه صعيبه. واخر مقابله راه ماشي كتقول راك تاهلتي. لا لا هي الواعره كاع هي صعيبه. راه شفنا منتخبات كان خاصهم التعادل. التعادل دابا تركز على المقابله. التدبير ديال البشر لماذا المدرب تيكون لان كيكون عندك 26 لاعب عقليات مختلفه جمهور باش تقنعو وكاين كاركتير وغير اللعاب كاين اللعاب الجناوي كل واحد كل واحد وعاود اللاعبين ثاني اللاعبين اللاعبين انت مدرب اللاعبين الا قضوا واحد الفتره بعضياتهم تيوقع بيناتهم شي حاجه واحد القضيه شي نجاح اي مدرب عنده ستاف ديالو اول حاجه ستاف ديالو لا يكون معاه يكون معاه شوف هنا شوف انا هنا غنفتح لك غير نفتح لك غير واحد القوس انا كان عندي لقاء مع المرحوم عبد الله بليندا وباقي عندي التسجيل ديالو اللي كان في 94 قال لي اللي ما مقبولش هو ان تحس بالناس اللي قراب لك كاين الغدر هذيك ما قالها هو يعني نوه الرفيق قبل الطريق يا اخي بغي نوه بهذا الستاف اللي تختار سواء اختاره هو سواء اختارته الجامعه يعني كان اختيار صعيب نعطيك بن محمود رشيد بن محمود اولا كلاعب ما نهضروش عليه تبارك الله الاخلاق واللعب ديالو اللي كان في المنتخب يعني وداك الشيء كنتي كتشوفوا كيمشي مشى للامارات لا مشى للامارات واي لاعب جا للامارات الا هو اللي كيمد ليه يد المساعده لاعبين كثار جاوا ضايعين في الامارات هو اللي كيد ليه يد المساعده امزين اللاعب اللي داز في المنتخب في العطاء ديالو وحتى في التصرفات ديالو اللي كانت دونك عندنا واحد طاقم يعني متجانس متجانس ويعطيك الاضافه باينه والشفافيه والوضوح المعقول والثقه يعني غادي تكون كيقولوا محزم بحال الشكل اللي كان عايش فيه واحد صعب شوف مرحلة ما أنا ديما مشاكل بزاف أنا ديما المرحلة الواحد حفر لي لا راه كانت استفادة شتي المرحلة الواحد طبيعة الحال استفدنا راه حنا كانت مفيدة كانت مفيدة مبادرة نافعة عطاتنا واحد 80% باش نقول لك لأنه ما يمكنش هو صحيح لأنه وليد يلاه جا ماشي كثير دونك لقى واحد يعني شي حاجه واحد القاعده لقيت واحد القاعده ولقى ودابا اللاعب اللي شي اللعابه هما اللي استافدوا مرحله واحد هما اللي نضجوا لقى واحد الطاقم كان في صالحنا واحد الطاقم اوموجين واحد الطاقم قوي بالنيه راه ديما شوف راه تيقولها حتى واحد في لي ميساج ديالو غضفروا برا وتخرج النية وليدي ماشي واحد وليد ماشي يعني وحتى الدور ديال الامهات اللي جاوا عطاوا واحد الحافز واحد الدافع للاعبين الاسر دور حاسم اللاعب تيشوف الام ديالو بجانبه نعم اذا مازال حنا في التواصل مع دوحه العرب وغادي نمشيو عند العضو الجامعي وغادي نمشيو عند رئيس العصبه ديال الغرب حكيم دومو كل شيء حكيم دومو كنقولوا الغرب كنقولوا حكيم دومو كنقولوا الله يرحم العائله نعم سي حكيم نعم سيدي لا ملي مشيتي لقطر وليتي حاضر اشوف راه حنا ماشي سبليون الانضباط اكيد راه حكيم لاباس عليك لاباس الحمد لله الحمد لله حكيم قربنا من الاجواء وانت عاشق لكره القدم يعني كعضو جامعي الجامعه الملكيه المغربيه حملت هذا الهم الجامعه الملكيه المغربيه اعدت المنتخب الوطني المغربي كل التغييرات وكل الترتيبات حتى الان هي ناجحه اللي كيهم هو ان المنتخب الوطني المغربي عنده كل الامكانيات عنده يعني حتى ذاك الجمهور اللي مشى راه ما غاديش يقدر يدخل كل شيء ذاك الشيء الجماهير ما تقدرش تدخل الملعب كيف هي الاجواء حكيم؟ الاجواء جميله قطر نجحت غدا في النجاح ديال استقبال هذه الدوره الكبيره العظيمه ديال كاس العالم كاين السلم والسلام والاخلاق والناس فرحانين عايشين مع بعضياتهم وضاحكين وتنتمتعوا بما عندنا اعز في الرياضه هي كره القدم حنا اللي تنحبوا كره القدم ماشي كل شيء ولكن الناس محبين لكره القدم نعم
المقابلات حتى الان ثلاثه ديال المقابلات خرجنا حنا باكبر رصيد اللي هو 7 ديال النقاط، وكان بامكاننا ان نخرجوا برصيد اكبر. الان يعني يتجدد اللقاء مع منتخب اسبانيا، كيف كتشوف هذا اللقاء حكيم؟ كل تاريخ، كل تاريخ وتاريخه ورجاله. هذا وقت نعم ورجاله وبزاف الحوايج غيدخلوا في الحسابات. معلوم في التاريخ، العلم ديال التاريخ اللي عطى في كره القدم هيراغشي ما عمرها ما قليل فين تطيح شي وحده من الهيراغشي ما تمشيش بعيد. هاد المراحل مرحله مور مرحله وهي غدا وتتصعب. الفيتيام غيصعب، ربع النهائي غيصعب، نصف النهائي غيصعب، النهائي غيصعب. اليوم راه مرحله جديده اللي بدات، المرحله الاولى ديال المجموعات راه مرحله خاصه. دابا الاقصاء في مباراه واحده راه صعيب، خاص تعرف تسيرها. دونك هادشي كله صعيب. هي لعبنا مزيان، تقاتلنا، الجامعة دارت خدمتها، لا وفرت ظروف، بدلات واحد المدرب كان مزاجي ومقلق بزاف، وجابت السي وليد الركراكي اللي جمع الشمل وفهادشي كله. كان الخريطة رسمها السي فوزي القجع مع المكتب التنفيذي ديالو، وهو حارس كرئيس اللجنة ديال المنتخبات على المنتخبات بواحد الخبرة اللي دوز عبر السنين في التسيير المغربي، واللي دوز في التسيير القاري، واللي دوز في التسيير العالمي. اليوم وليد الركراكي جاب واحد المنهج جديد اللي بدل الرؤية، جاب اللعابة اللي ما كانوش تتدعى، وجاب من 26 لعاب كان 11 من المغرب مكونة من المغرب واللي مشات للخارج وكان اللي بقات تلعب في المغرب. دار حول واحد الوجه ديال المنتخب الى وجه اخر ايجابي، وعنده القتاليه والرغبه باش يمشي بعيد ويهز العلم المغربي في العالم ان شاء الله. نعم، كيف كتتوقع المقابله حكيم؟ مقابله صعيبه بزاف. شنو اللي صعيب فيها؟ انت راك تعرف الكره مزيانه حكيم. هذا هو القانون، لا يغاخشي. ها هي الاستراليا لعبات، كانت تقدر تربح البارح ما ربحهاش، دازت الارجنتين ودازت هولندا، لا يغاخشي تحترمات. على كوب دي موند راه حنا تمشيو 5 من 54، حتى التمثيليه خاص هذاك التوازن في التمثيليه. هما تيجيو 13 تيبقاو 8، تيبقى عندهم ان افونتاج في الاوروب. افريقيا مظلومه، واللي كان دافع عليها هو المغرب في 86. 55 بلاد في 4، جنوب وشمال امريكا فيها 9 من 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 10 تيجيو منا 50%، جنوب امريكا تيجيو منا 50%، 5 و4 من الفوقيه 9، اسيا فيها 6، 5 من هذا هو واحد من الاوسياني. ولكن حنا اليوم كنا خاصنا تكون واحد ليكيتي في التمثيليه، كون واحد اللي كيتي في التمثيليه يقرب شو 48، كل قاره يعطيوها 12. نعم، المره الجايه باش 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 ياك تيقولوا هما فير بلاي ليكيتي، هي بعد التمثيليه تكون اكيليبري. وكاس العالم القادمه غادا تكون ب 42، غادا تكون ب 42 منتخب، وغنبقاو حنا ممثلين بخمسه. 48 غنبقاو حنا ممثلين بخمسه. سعود خصنا نكونوا تسعود. سعود وعلاش تسعود؟ تسعود غير كافيه. تسعود لا قسمتي 48 لا قسمتي على 4 هي 48، ولكن نهضروا على المباراه ديال غد ديال نهار الثلاثاء ان شاء الله. المشكل اللي عندنا اليوم هي كان واحد المارشي باراليل ديال الاوراق، وهذا المارشي باراليل ديال الاوراق باغي يطلعوا السوق. خاص المغاربه يخليهم ما يشروش من عندهم في هذاك المارشي باراليل حتى نهار الثلاثاء، يصبروا حتى نهار الثلاثاء، يصبروا راه غيوجدوا الوراق، ما يتخلعوش راه غيوجدوا الوراق باش يدخلوا الملعب. لان الوراق دابا كلشي تيقلب على الوراق في المغرب وفي الدوحه في كلشي. انا غنفهمك سي ابو السال، دابا الوراق ها فرنسا اليوم شاطوا لهم الوراق ولا تبيعهم بثمنهم ديال السوق، كانوا شادينهم خلاهم حتى لاخر دقيقه عاد الناس بداو يشريهم فرنساوي يلقاهم بثمنهم. هولندا طرا لهم مشكله، بقاو شادين هذاك في المارشي ديال الوراق، الناس خسروا. ولكن لبقينا حنا تنتصارعوا بيناتنا المغاربه باش نشروا الوراق بمليون كاتيجوري 1 800
ألف فرانك كاتيجوري 2 600 ألف فرانك كاتيجوري 3 بزاف 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 هادشي ما تتصوروش البال نعم راه ترى وصلوا 3000 درهم تبيع عليك بليون ونص ايوا راه وصلت 15000 درهم ما الورقة تسوى 900 درهم كاتيجوري 3 تبيع عليك 5000 درهم ورقة تسوى كاتيجوري 2 تسوى قيلة 1500 تبيع عليك 8000 درهم يمكن ولكن حنا اللي دايرين هاد الحمة حنا المغاربة اللي ما تنصبروش باغي الوراق تيشرو أي ثمن ما كان تيبدا يشري الوراق تنصبرو نهار الثلاث الصباح راه غيتحل هاد المشكل ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يوم الثلاثاء القادم حكيم ان شاء الله يوم الثلاثاء القادم يكون لنا معك لقاء اخر بعد المقابله وتكون وشكرا وتهلا في الصحه ديالك تهلا خاصه العينين الله يطول شكرا اللهم امين ولكن دابا السي ابو السيل دابا كنسمعوه كيقول بان غيكونوا موجودين ليبي انا كاين حيت كاين بعض البلدان بالجماهير اللي خداو الوراق ولكن حتى الاخر دقيقه انا بحال دابا نعطيك انا ان اكزامبل انا عندي الدري ولدي هو صاب البي ديال الطياره والبي ديال التيره ما صابهاش عندي ولد الاخت تما كاين ما صابش البي ديال التيره واش غادي يمشي يقطع في لارام ويمشي حتى تما كاين وشكون اللي غيضمن لي بان غير القلبي سعيد غادي نعاودوا نرجعوا لهذا الموضوع ديال البي غادي نمشيو ناخذوا معنا ياسين بونو بونو يا بونو انا احتفظ البونو بذكرى جميله كونه انه قبل ما تنطلق المقابله بواحد الحس احترافي قال المدرب انا دايخ ما تعولش عليا هذا هو الفكر الاحترافي سي محمد انت مدرب قلت لك انا النص شي دابا علاش كاين بعض بعض اللاعبين تيكون مضروب وتيخزن الضربه باغي الفلوس باغي البريم ولكن يمكن يلعب بليسي وديك لا بليسي تزيد المشاكل ولكن السي ابو السال راه الاحترافيه كانت من جانب من عنده هو ولا اما كون كان شي مدرب اخر يقول لي لا سيدي دخل البوطو انا ما تخلينيش تجي هاد الوقيته تقول لي وتقول لي كان حتى هو التعامل معاه احترافي فاحنا قبيله كنا كنديو على يعني الجو العائلي والجو كيفاش راه هذا هو الجو اللي خاصو يكون مهما قال ليه انا حسيت قال ما كاين حتى شي مشكل دغيا وجد الخلف ديالو وسميتو راه عيان في هاد المسائل احسن منا بزاف وكاين عطى لاباس جاوبو سو بلاص والحمد لله كاين 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 حارس كان تيتولير قبر قبل يعني راه المحمدي كاس العالم كان فعال كاس العالم من العالم من فروسيا يعني الاختيار ديال اللاعبين اللي كيمشي خصوصا في الحراس الحراس ديما كيكون عندك حارس برز مزيان وكيكون عندك حارس ذو تجربه جاي لا ماشي جاي عاد كيكون حتى اللي جاي الثاني بلانه حتى الا جات بحال هاد المناسبة تتلقى عادي يكون ناضي دابا بالنسبة لنا حنا كتقنيين راه كيلعب بونو كاين معمدي حنا ما عندناش مشكل بالنسبة لينا كمدرب راه ما كاين مشكل لأنه هذاك محمدي راه اكس ناسيونال لعاب جرب يعني عنده تجربة وكان في المستوى وبونو رجع للمستوى تا هو الأول ولكن محمدي راه هو الأول غير الامتياز هو أنه بونو بقى كيلعب في الدوري مستوى عالي والمحاود محمدي ده هو الاختلاف اللي كان نستمعوا ياسين بونو تيتحدث على المقابلة وعلى التأهل وعلى المقابلة القادمة الحمد لله يعني احنا فرحانين باش حققنا الانجاز هذا الكبير بالنسبه لينا بالنسبه لكاع الشعب المغربي ودابا في يدينا واحد فرصه اخرى يعني باش نزيدوا نكتبوا التاريخ ويعني نزيدوا نفرحوا الجماهير ديالنا احنا كنستعدوا شويه علينا باش نواجهوا هذه المقابله اللي تكون يعني في مستوى كبير وانا متاكد بان غادي نكونوا على وتر ان شاء الله هي تكون مقابله بحال اللي قلت لك في مستوى كبير مقابله اللي خصنا نكونوا مهيئين نفسيا مزيان وبدنيا وغادي تلعب في يعني في جزئيات صغيره كنظن الفريق ديالنا كما شفتي في ثلاثه المقابلات يبدا غادي وكيتحسن في كاع المقابلات ماتش مورا ماتش كان كيحسن الاداء ديالو ويعني واصلين لهذه المقابله بواحد كنظن بواحد المستوى اللي مزيان واللي نقدروا ان شاء الله نحقق واحد النتيجه اللي تبقى تاريخيه ان شاء الله
كنشكروا كاع الجماهير المغربيه اللي كانت تساندنا، يعني اللي جات هنا واللي كتفرج يعني في دارها يعني في المغرب ولا في الغربه، فكنشكرهم كاملين. كنحسوا يعني بالتشجيع ديالهم وكنتمنوا نزيدوا نفرحوهم ان شاء الله. الاغاني كثيره وهذا الابداع اللي كيحرك الابداع، والابداع الرياضي كيجر معاه الابداع الفني من كلمات والحان وتوزيع وكل هذه. وكاين شباب كثير اللي كيرسلنا الاغاني ديالهم، مرحبا بكم، ونتمنوا لان هذا هو يعني الدور اللي كتلعبوا الرياضه، الدور اللي كتلعبوا اللي كتلعبوا الرياضه والرسائل الروح الوطنيه. وكاين تالق كثير في جميع المجالات. الان كنتوصلوا بنتائج ارقام ديال المنتخب الوطني المغربي لرياضة الكاراتي في مدينة دوربان. هذا المنتخب الوطني ديالنا اللي كيحتل الرتبة الثانية في بطولة إفريقيا، يعني في الأبطال ديالنا ديال رياضة الكاراتي، ب 22 ميدالية، تبارك الله، 9 ذهبيات، 7 فضيات و6 نحاسيات. هنيئا للمنتخب الوطني المغربي في رياضة الكاراتي. وهذا كيبان عاود تاني، راه كاين تأهل البطولة العالم في كرة السلة 3-3، كاين واحد العدد ديال الانجازات ديال المنتخبات. غتعطي حافز لديسيبلين اخرى. نعم نعم، ولرياضة ديال الكرة على مستوى قاري افريقي كاين. إذن مستمعاتي مستمعي الكرام، فقرتنا مازال متواصلة، غادي نمشيو عند المستمعات والمستمعين باش ناخذوا الآراء ديالهم، وناخذوا أيضا كيف كيشوفوا المقابلة. كاين اللي تيبان لك مخلوع، كاين اللي تيقول لك لا، علاش لا؟ تيقول لك علاش لا؟ من حق لأن الرياضي تيكون مآمن بقدراته، هذوك الوليدات اللي مآمنين بقدرته تيقول لك علاش لا؟ حنا بحالهم. كاين واحد بلجيكا وإسبانيا، ما علاش؟ ما كاين فرق. ما كاين فرق. والمنتخبات الأوروبية واجهناهم كثير. البرتغال كنضرب لهم 3. وتا فات السنه في العالم السي أبو السهل، بلجيكا راه مصنفين أحسن من إسبانيا. ولكن هذا الشيء ما كيمنعش بان زعما الماتش سهل، ماشي ريفيرونس، ماشي ريفيرونس كتقولها، معطيات اخرى. ولكن الحمد لله كاين الثقه، دابا تصنتنا العطيات الله وتصنتنا البونو، هذو اللاعبين كاينه واحد الثقه، وكاين حتى في الرسائل ديالهم كيقول لك واحد الجزئيات هذه، يعني كاين يعني واحد استفاده من الماضي. دونك اللاعبين واعيين، كاين الحوافز الحمد لله كاينه الداخليه، وهذا مهم. دونك عند اللاعبين كيبقى انه مقابله لا جيستيون ديالها، الواقع ديالها اللي غيكون غتكون هذيك الساعه، هذيك الساعه غتعامل معها. ناخذوا فاصل، وصلنا للساعه الثالثه باستوديو اذاعه ام اف ام، ثم غادي نرجعوا مباشره غناخذوا معنا مستمعاتنا ومستمعينا، ناخذوا الاراء ديالهم، ونتمنوا ان يبقى هذا التفاعل ويبقى هذا الدعم المعنوي في مختلف الانحاء. والمغاربه ما محتاجينش واحد، لان حبهم وانخراطهم في كل القضايا وخاصه في المجال الرياضي. نرجعوا عند كوثر قطايا في هندسه الصوت والاخراج، فاصل قصير ثم نعود. من الملاعب الرياضيه مع محمد ابو السهل والقسم الرياضي MFM. ابتداء من 1 جانفير 2022 الناس اللي عندهم الراميد كلهم غادي يلتحقوا مباشرة بلا مود ديال سينيسيس، بلا إجراءات، بلا والو. ومادام هما في الحاجة، الدولة غتكلف بالاشتراكات ديالهم زيادة على الخدمات المجانية اللي كيوفر لهم سبيطار الدولة. وإلا اضطروا يمشيوا عند طبيب خاص أو كلينيك أو فرماسيان، يخلصوا اللي عليهم ويتعودوا جزئيا على مصاريف الدواء والراديو والتحليلات وغيرها. كجميع المستفيدين من لامو وبنفس النسب المعمول بها، حماية وحدة جمعنا. MFM. النشرة الجوية على MFM. مرحبا بكم مستمعينا في نشرة إنذارية خاصة.
مستمعينا غادي تطيح الشتا قويه مع الرعد اللي غادي توصل من 20 ل 80 ملم غدا 2 و3 ان شاء الله بعدد من مناطق البلاد. فغادي تطيح الشتا مع الرعد اللي غادي تبلغ المقاييس ديالها ما بين 20 35 ملم غدا 2 من 5 ديال الصباح حتى 5 ديال العشيه في جديده في اسفي والصويره. وغادي تطيح كذلك ما بين 40 80 ملم من غدا 2 مع 6 ديال العشيه وغادي تبقى حتى نهار 3 مع 12 ديال النهار. كانت هذه نشرة إنذارية خاصة مستمعينا وأوقات ممتعة رفقة برامج إذاعة أم أف أم. أم أف أم من الملاعب الرياضية مع محمد أبو السهل والقسم الرياضي. معنا نذكر كيحضر معنا اللاعب الدولي كيحضر معنا الحاج عبد الرحيم صابر اللي هو رئيس جمعيه قدماء لاعبي القديم كلمه ديال قدماء اللاعبين ديما كنقول السي ابو السهل كتقول قدماء السابقين قول لاعبين السابقين اللاعب ما تيقدمش نقولوا لاعبين السابقين وصافي لاعبين السابقين والمدرب الاطار هو غادي محمد مظهر وزميل الاعلامي مصطفى بوشتا غادي نمشيو لاكادير ناخذوا ربيعه ربيعه من اكادير البدايه بصوت نسوي. السلام عليكم خويا ابو السهل تحياتي ليك وتحيه للضيوف ديالك الكرام وتحيه كاع لجميع الرياضيين اللي كينتميو لهذا البلد الجميل وهذا البلد المعطاء. وكنتمنى ان شاء الله تكون مقابله جميله وناخذوها بواحد الشكل عادي يعني ما انا كنظن هذه البطوله هذه على حسب النظريه ديالي على حسب محللينا رغم انني متفرجش في المقابلات السابقه ديال اسبانيا ولكن على حسب تحليل ديال المحللين الرياضيين وبالرئاسه ديالكم نتوما وبالخبره والتجربه ديالكم انا راه كنت كنتفرج فيك منذ كنتي كتوصف في المقابلات ديال كره السله في الاذاعه الوطنيه روحها الاستاذ محمد العزاوي الحاج عبد الطيب الشريبي محمد الايوبي ذاك عزيز ريدات محمد تويجه تويجر حراقه جبتي كاع شيء هذا الناس هادو الصحفيين هادو تحيه ربيعه انت قلتي بغيتي مقابله جميله ولكن فين بغيتي يكون الجمال واش في الاهداف اللي نسجلوا عليهم ولا لان المراه كيكون داك الشيء عندها دقيق يكون الجمال يعني بالشخصيه ديال المنتخب ديالنا المغربي انا كنظن يعني سبحان الله العظيم الانجاز مرتبط بسي وليد الركراك يعني اخر احتراف ديالو كان في 2004 مع السي الزاكي والمدرب ديالنا والحارس ديالنا الكبير تحياتي ليه وسميتو وانا كنتمنى راه دازت واحد الفتره وواحد التظاهره كانت نظمتها في المغرب هنايا ديال كاس العالم للانديه وبقى فيا الحال من واحد الناحيه يعني ما بغيتش سي محمد فاخر يمشي ويرجع في بلاصتو البنزرتي حين هذاك انجاز انا كنعتبره يعني على الورق كنعتبره انا هذيك راه 10 ايام فقط وكان التغيير وكان التغيير لحد الان ما مقتنعش وما عنديش ديك الفكره بان السي البنزرتي هو اللي خطا هو اللي لا 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 ولكن انا شوف ربيع انا غادي نقول لك انت مزيان ما رديتينا لهذا ولكن كان الانصاف ايضا في اليوم ديال الاستقبال ديال جلالة الملك الفريق الرجاء كيف تم توسيم محمد فاخر مع حقيقة كاين هذاك المدرب اللي جابوا الرجاء ولكن أيضا اللي صنع واللي جمع الوليدات واللي دار وكان خلاف بسيط في جديدة خسروا الرجاء خسرت بواحد في جديدة المسؤولين عن الفرقة ديال الرجاء غيروا المدرب 10 أيام وكاين كاس العالم الانديه ديك المناسبه خص يكون فيها مدرب مغربي تاهو تزاد له في البالماريس ديالو اكزاكتومون يعني ما عرفتش انا كيفاش حتى خدا من الناس يعني مع احتراماتي الناس المسؤولين ديال الرجاء البيضاوي على عين انا كنعتبر يحيى عطيه الله كان معطاء يعني وصراحه انا ملي دخلت المقابله ديال كرواتيا انا فرحني هذا الولد هذا وفاجئني يعني بالثقه ديالو اللي كانت في النفس وكنتمنى ان شاء الله يكون الفوز حالتنا ان شاء الله نهار ثلاث وانا متيقنه بالله انه غادي يكون الفوز
وما غاديش نتخمن يعني راه ما راه كيت المنتخب ديال 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 بلجيكا مش غادي ينتصروا عليه، راه انتصرنا عليه بجوج صفر، بجوج صفر مش غانتصروا عليه. مع المقابله ديال كندا ما كانش عندي شي، ما كنت مترددة انني نقول لك شي يعني شي تكهن، حيت كان هما عندهم الهجوم ديالهم شويه سيء، كنت كان تخوف انني نكونوا متعادلين ولا شيء من هذا القبيل. تحياتي ليك وتحيه للضيوف الكرام، وكنتمنى مسيره موفقه ان شاء الله للمنتخب المغربي، وانا كنعتبرها دوله قطر هاد 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 المونديال هذا هي عباره عن فضاء ديال الفانتازيا وديال الناس اللي كانت لهم العده والاستعداد انهم كيستحقوا انهم يكونوا في المربع الذهبي. وتحياتي لك وللضيوف الكرام، وتحيه للسي بودربله الانسان الانيق. شكرا شكرا لك ربيعه من اكادير، من اكادير الدار البيضاء السي بن عيسى. السلام عليكم. عليكم السلام سيدي. سي محمد ابو سهل تحياتي اليك وتحياتي للمستمعين الكرام. بن عيسى وعليك من حي البركه. تماما. لا عقلت انا. لا انت كاع ما عقل سيدي محمد. انت صاحب الارقام وصاحب العقل وما تعقلش. انا شويه. والله يذوم صحة سي محمد. اللهم امين يا رب. والله يذوم فكره. اللهم امين يا رب. الحمد لله راه كنعتزوا بك، وحنا كنعرفوك واحد الانسان مرموق الحمد لله. متبادل هذا من محبه ديال الله سبحانه وتعالى. ماشي انا اللي كنقولها، راه هذا التاريخ. الله يحفظك. على كل حال الفرحه دائما هذه الايامات الحمد لله الله يداومها فرحه، ونتمنوا المنتخب ديالنا ان شاء الله التوفيق والفوز ان شاء الله نهار الثلاث باش تكمل الفرحه كبيره ان شاء الله. والطموحات مشروعه، احنا الحمد لله راه فرحنا بزاف، والمنتخب ديالنا فرحنا بزاف كبير وصغير، ما فيه لا هذا ولا هذا كلهم من الاول حتى الاخر. راه الحمد لله نتمنوا لهم التوفيق ونتمنوا الفوز ان شاء الله في المباراه هذه الجايه. تقريبا شحال باش كتوقع انت الفوز؟ شحال يمكن فوز؟ والله الا بغيت لهم عمارة انا يا ديال عينك كبيره. اللي بغيت لما كبيره. اه ومادام كاينه الشبكه كبيره الله ما العمر. شكرا لك السي بن عيسى من الدار البيضاء، غادي نمشيو لبجعد ناخذوا معنا السي محمد. كافي السي محمد. السلام عليكم السي محمد. انت من قبيله بنا باتاو ياك؟ تاو بني باتاو. شكرا عليك. بني باتاو بالبجعد. تحياتي ليك وتحياتي لسي صابر واختي كوثر وكل مستمعين والتقنيين. والسي محمد بودغير والسي مصطفى بوشتا والسي. اي كاع لي اخواني انا يلا فتحت راديو بعد خمسه ديال الدقائق ولا سته، وانا او ليله البارحه بقى ندار مع الخط، ولكن للاسف السي محمد وانا ضروري والله العظيم. تعول القيد سيدي محمد جوج لواحد، وغنتعالوا بصعوبه ان شاء الله، وغادي يبان المنتخب الحقيقي للروح القتاليه الكبيره هي مع اسبانيا ان شاء الله. وكيجوز واحد افاده المنتخب الوطني تخمينات ان شاء الله نصيري وزياش كيف العاده. وغادي تكون عندنا مقابله صعيبه، وغنوصلوا الربع ربما ان شاء الله، التفاؤل ديالي نمشيو حتى نصف النهايه ان شاء الله. وتنتمنى من لما غادي يسمعونا الواقي الحال يسمعونا كيدير بعض الاخطاء بسيطه سيدي محمد ولو عملاق الحمد لله. لأن شفنا في المقابلة ديال كندا راه خرج واحد الدخلة شوية، لو كان زياش ضدنا غير ما سجلنا البيت صراحة، لو كان زياش ضدنا سجلك البيت تخرج ضربات في العارضة والأخرى اللي كان بحبسها الصدر وعقب تاني مشات له قلت عليها ما خصوش يخرج. بالنسبة لي أنا التحليل ديالي الشخصي وراه هي الفوز إن شاء الله وغندوزو الربع، ولكن غادي يكون واحد أحسن مقابلة غاتقرب أمام منذ التعود المنتخب الوطني الجميع كأس العالم هو ديال اسبانيا، وان شاء الله غنربحو بجوج واحد التخمينه ديالي ان شاء الله نصيري وزياش. وتنتمنى باش يكون واحد الفرحه نصيري وزياش هما اللي غاديين يسجلوا جوج لواحد ويجدوا الناس الزرود باش يفرحوا باش يوجدوا ان شاء الله ان شاء الله. انشا عندك البجعد ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك صديقي من البجعد. غنمشيو لمراكش ناخذوا السي حسن. السلام عليكم. عليكم السلام. استاذ ابو سهل اش اخبارك استاذ؟ الله يبارك سيدي حسن. كلشي مزيان، تحيه لك وتحيه للضيوف اللي معاك. الله يحفظك استاذ حسن. والحمد لله فهاد اللحظات على هاد الاشتواء تبارك الله اللي جاب الله عز وجل. الحمد لله.
هاتي ونتمنوا الفريق الوطني ان شاء الله خير ان شاء الله استاذ. الحمد لله. والله يحفظكم ويحفظنا ويحفظهم من الحاسدين ومن الحاقدين ويحفظهم من العين ان شاء الله. شوف هذوك الحاسدين والحاقدين الحمد لله ما كايناش شي كليه كتقري الحسد. على عين ديما ندعيو بالنجاح استاذ. وعلى عين عجبونا استاذ في هذا التنظيم ديال الكره ثلاثه الحويجات. نعم. الاولى استاذ هي التنظيم. نعم. التنظيم عجبني بالجهه هذا استاذ شحال من حاجه يعني جميل جدا. ثانيا استاذ عجبني الفوز ديال الفريق الوطني في هذا الماتشات اللي دازوا، ولكن استاذ ما عرفتش هذه القضيه من الفريق الوطني كيغلب راه كتكون واحد الحاجه في عامه الناس اشنا هي استاذ؟ هي الفرحه والابتسامه. كلشي كيبتسم داك الدثور وداك الخيب وداك العق، كاين اللي كينسى الكرا وينسى المشاكل وكينسى المرض وكاين اللي مريض وكيتفرج في الفريق الوطني. هذيك هذيك السي حسن هذيك المتعه. والمغربي المغربي اصلا في تكوينه هو يحب التميز، الروح الوطنيه ما كيبغيش التمييز. اما علاقتنا بالمنتخب الوطني المغربي هو علاقه الانتماء والولاء. الله يحفظك. والختامه استاذ احبكم في الله، وتحيه كبيره استاذ الامن الوطني. الله يحفظك. الله يحفظك. تحيه اليوم كاملين. شكرا لك. شكرا. تحيه للامن الوطني والامن الرياضي. نمشيو لتازا ناخذ السي مصطفى، غادي ناخذ جوج مكالمات وغادي نمشيو ايضا فقرتنا المستمره والمتنوعه. السي مصطفى من تازا. السلام عليكم. عليكم السلام السي مصطفى. كي داير خويا ابو السهل؟ الله يحفظك. تحياتي لك اخويا السيد العزيز، وتحياتي كل الطواقم التقنيه والاداريه والفنيه بامتياز الاذاعه ديال الام اف ام، وكنحييكم وكنشكركم جزيل الشكر على هذا التنظيم الحفوي اللي كدا اللي كديروا لنا خويا ابو السهل. وهذا واجب خويا، هذا واجب. واجب. وكما قالوا الاصدقاء والصديقات، حنا واخا نكونوا مراضين واخا نكونوا صحاحين، المنتخب الوطني ضروري خصنا نتفرجوا فيه. وكنشكر المغاربين يعني كيحبوا المنتخب الوطني، يعني كتلقى الكبار والصغار، عندنا يعني اطفال صغار، وكتلقى بحال دابا انا عندي شي دراري صغيرين ولاد خويا، مره يقولوا لعمي امتى غادي يلعب الوطن؟ كيقولش المنتخب الوطني، كيقول امتى غادي يلعب الوطن؟ اكيد اكيد. وهذا راه هو التربيه ديال الانتماء يا اخي. شحال عندك كتنتمي لواحد الوطن، فيك الرائحه ديال التراب ديالو وكتبغيه. وكيبقى احسن تنظيم، احسن تنظيم هو في هذا العام 2022 في قطر، زعما الصراحه ديال الله هذيك زعما الصراحه راه مسخره للعرب. نعم. مسخره للعرب. وكنقول الوالد الركراكي الله متعالى، الله سبحانه وتعالى يوفقه اليوم الثلاثاء ان شاء الله مع مع الجاره ديالنا اسبانيا. نتمنوا الفوز، باش غادي نقول لك انا 1-0 ولا 3-0 ولا 4-0، انا بغيت غير الفوز ثلاثة النقاط وندوزو. ضربه الجزاء ندوزو ان شاء الله. انت ما بغيتيش تعلق الاسعار؟ لا لا ما بغيتش نعلق. بغيتيش تحدد الفوز والسلام. اذا شكرا لك. شكرا خويا. بعد زال الناس سي مصطفى من مراكش، هو كاخر مكالمه في الدفعه. سي مصطفى السلام عليكم. سي مصطفى راه ودادي، انا نخليه منه لك. مرحبا به. سي صابر اخويا. بغيت سي صابر نيت. هو هو اللي معاك. لطيف لطيف. ولا نبدا بالمنتخب سي محمد؟ شوف لا لا خويا المنتخب هو الاول. شوف انت الضيف ديالنا، جلس فين ما بغيتي، دير اللي بغيتي. واخا سي محمد بارك الله فيك. اخويا سي محمد بغيت نهضر لك على الفريق الوطني. ايوا. المقابله ما غاديش تكون سهله، هذا هو الواقع. ما كاينش شي مقابله، عرفتي فين دخلنا دابا؟ راه دخلنا كيف تيقولوا ضرب طيح. لا دابا سي محمد هذه المقابله هذه ما خلعنيش انا المنتخب الاسباني كلاعبين. نعم. اللي خلعني انا هو المدرب ديالهم. المدرب ديالهم هو اللي خلعني انا في المقابله، لانه هو دابا امتلك الكره، امتلك الكره في ثلاثه ديال المقابلات، حنا ما امتلكناش الكره. يعني حنا جرينا اكثر منهم. هو ماشي مدرب غبي، غادي يرفع الايقاع. غادي يرفع الايقاع من الاول. هنا غادي يصعب الماتش. فهمتي سي محمد؟ انا كنسمعك كنسمعك خويا مصطفى. هنا فين كاينه صعوبه المقابله، ونتمنى ما يشجلوش اسبانيا، ما تشجلوش في الاول ونمشيو معاهم الاشواط. وبلاتي بغا يدير معك سي محمد بودير. قول لي باش يرفع الايقاع شنو غيدير؟ لا غادي يدير، غادي يحاول مع المنتخب، عارفوا غادي يكون ديك الثروه البدنيه غادي تكون قليله عنده شويه. انا نشرح لك دابا، هو الا بغيت ترفع الايقاع خاصك بالكره تمشي في لي زانترفال، تمشي فهمتيني فوالا. الا بغا يهز لاطونسيتي ديالي يطلع لاطونسيتي، ولكن البلوك ديالنا هنا قوي عاوتاني على هذاك الايقاع اللي بغى يديرو.
فهمتي؟ لا ولكن السي بوطير هما عندهم واحد الامتياز علينا احنا. عندهم دراري صغار، الاغلبيه دراري صغار ولاعبين بيناتهم، الكره غادي تجري اكثر من اللعاب. ايه ولكن فين غتجري الكره دابا؟ هما غيبغيو يجري الكره في جناب. هما راه ذكيين جناب. شوف الا مشاو لاتيرال راك مهني، ولكن الا مشاو في البروفوندور اللي حنا تتكون ليكيباسيون ديال لارجور وديال البروفوندور عندنا في المنتخب دابا. البلوك ديالنا تنقول هذا سي بوطير، ولكن بالنسبه حنا عندنا داك عندنا مرابط تيلعب شويه عنيف. هما راه غادي يحاولوا يصيدوه شي ورقه ولا شي حاجه. كيريدو الاولاني عادي يزور الريدو الثاني. ودابا الريدو هو راه داير واحد كاع تينزل الريدو، داير ليا ميق تينزل الريدو. السي مصطفى انا ما عمرني شفتك انا كنت كدوي على الوداد لعبه النهائي، ما عمرني شفتك خايف بحال اليوم. انا ما فهمتش اليوم خايف السي مصطفى. لا خايف انا راه السي بوطير غادي يفهمني، خايف انا مريت ما يكون طالع. لا الحمد لله دابا ما تخافش دابا حنا عندنا واحد الحاجه قويه في المنتخب ديالنا دابا، هو انه البلوك ديفونسيف لي فور بلوك كومباكت. فين ما حطيناه تيكون كومباكت، يعني شنو غيكون؟ متفق معاك. يعني ما تخاف والو ان شاء الله. شوف دابا غيزيدوا يتقواو، غير تكون لا ريكيبيراسيون ان شاء الله مزيانه. هني ما نخافوش ان شاء الله. هني الحاج الصابر، هني قول لي. انا بوستان كذب عليك، انا ترى معاه. علاش اللي غادي حتى الفريق الاسباني؟ يعني هذه النظر ديالنا، خاصنا حنا نفرضوا عليه الايقاع اللي بغينا حنا. الا فرض عنا هو الايقاع، صعيبه باش نمشيو معاه بذاك الريتم. خاصنا حنا نفرضوا عليه الايقاع كيما بغينا حنا. وحنا باش نفرضوا الايقاع إذا بغينا نفرضوا حنا الإيقاع على السطانية، راه ما خصناش نحرقوا النصيري. نعم. لا متفق معك، متفق. ما خصناش الريتم يكون طالع بزاف. شوف السي مصطفى باش نختموا دابا، واش غادي ننتصروا ولا لا في نظرك أنت؟ إن شاء الله. أنا في نظري غادي نمشيو لضربات الجزاء. مزيان، إذا المقابلة صعيبة ولكن غنتصروا. غادي ننتصروا ولكن صافي مصطفى، تبارك الله عليك، شكرا. شكرا. إذا كالعادة غادي نمشيو كيف استمعنا إلى السي عبد الله الزهر الله يرحمه. واللي توفى في دجنبر 2015. اليوم غادي نستمعوا الله يطول في عمره السي حسن قصبي. السي حسن قصبي هذا راه من مواليد 1935، الله يطول في عمره وباقي بصحته شاد. ومن مدينه طنجه كيتعتبر من الهدافين الكبار في فرنسا. كان فاز بالدوري الفرنسي 1962 مع رينس، وكان ضمن هذيك المجموعه اللي لعبت اسبانيا. اللي لعبت مع اسبانيا غير هو لعب لالي، ما لعبش الرطوب، دار بيضاء لعب وكان كان كان رائع. الاصابه كانت حرمته، ما شاركش في 1970 مع المنتخب الوطني المغربي. هو يعني من ضمن 11 الهداف الممتازين ديال فرنسا. 173 هدف في 293 مقابله، هذا هو حسن قصبي. حسن قصبي كنا طرحنا على السؤال حول هذه المقابله مع اسبانيا كيف كانت. طبيعه الحال هذيك واحد صريخيه لا من طرف ديال النتيجه، مع الاسف كامل الواجب انه نكونوا مثال مرشحين لكاس العالم ديال تشيلي. هذيك الظروف كانت خاصه، ثم من جانب ان المنتخب اللي كان في تلك العصر كان كنظن انه من اجمل المنتخب اللي داز في التاريخ ديال كره القدم على الصعيد الوطني. والدليل انه كان الى جبت هذيك المناسبه هذيك، لا شك انه كاين الاكثريه اللي هما مازال كيتذكروا في المباراه اللي تلعبت لا في الدار البيضاء ولا في مدريد. كنتاسفوا لان ما كنرجعوش تماما كما سمعنا في عده مناسبات، اما من طرف الصحافه ولا الصحفيين بالخصوص الرياضيين، على هذيك المباراه والتاريخ ديالها والحضور ديال العناصر. كلهم كانوا محترفين، كلهم كانوا مثاليين، كلهم كانت عندهم روح وطنيه اللي كانوا كيمثلوا. والدليل انهم الاكثريه لان رحمهم الله يعني جاتهم الوفاء، ولكن كيفما كان الامر يعني مهما جبتي هذه المناسبه هذه الذكرى ديال 61 يعني هذه ذكرى ما كتنساش في تاريخ كره القدم للرياضه المغربيه.
المباراه ديال الدار البيضاء يعني كيفاش كانت ثم كيفاش كانت المباراه ديال اسبانيا؟ في اسبانيا تتلجوج ياك فعلا ان الدار البيضاء كانت ظروف خاصه في ديك المناسبه ديال المباراه بين اسبانيا والمغرب، والدليل انه هذاك المنتخب الاسباني يعني كان اكبر واجمل منتخب على صعيد اوروبا. أمانسيو ديلسو سانتا ماريا دي ستيفانو بيري، يعني مجموعة ديال العناصر اللي هما كانوا مونديال ما، والمغرب أيضا كان مجموعة ديال الرياحي، كان عبد الله دمالاقا أنطاكي، كان مصطفى بطاش رحمه الله، عبد الرحمن بن محجوب اللي هو لو برانس دو باك من سواجي، ثم كان إبراهيم تاتوم، عبد الله الزهر الخلفي رحمه الله. هذه المجموعة هذه غريبة من نوع يعني مشات، ولكن كيف ما كان الأمر خلت التاريخ ديالها عندنا في الذكريات، ما خلتهاش في الكتب، ولهذا ما كنا قراب ننتصروا. يا كسير فعلا كنا ننتصروا من طبيعة الحال، بالفعل كنا قراب ننتصروا. هذا واحد من مستمعاتي مستمعي الكرام. نواصلوا دابا غادي نمشيو لعند زميلنا الصحفي وصديقي العزيز سي جمال براوي. يعني الساعات كتقترب، شحال باقي من الساعه دابا؟ ما بقاش بزاف، بقى 48 وقيلو كنحسبوا بواحد الحلقه يومين ولا شحال، ما عرفتش 24 12 24 48 48 ساعه ثلاث غدا اثنين ثلاث تقريبا 48 ساعه. سيدي جمال اخويا شحال باقي لنا اخويا؟ كنحسبوه باقي 48 ساعه 48 ساعه داكشي. شوف اخويا غنديروا الثقه في اللاعبين ديالنا. أنا أظن بأن بلغراغي قد يعرف كيفاش يضر معهم باش نخرجوا من واحد الدائرة اللي حبساتنا، هي الدائرة اللي صافي حققنا درنا فرحنا دزنا لتمنيتو، خصنا نوليو كنمشيو ملي كنشاركو شي بلاصة كنشاركو باش نربحو. وشي نهار غنربحو، وقالك خير البيري عاجلو ياك. نعم خصنا نبقاو نمشيو باش نربحو، منبقاوش نمشيو ديك مزيانة حققنا جينا حنا الأولين في الجروب دزنا برميتور وهذا وداكشي، هادشي مزيان ولكن خصنا نبقاو. أنا نقولك دابا اللاعبين الحاليين اللي عندنا كلهم كيلعبو فراق غير غادر ملي كنهضرو على المغرب، كنبقاو دائما كنشوفو عندك ثلاثة اللاعبين اللي كيتعتبرو ماشي حنا اللي كنعتبروهم، كيتعتبرو في أوروبا بأنهم في التوب 10 ديال البوست ديالهم. كاين حكيمي، كاين بونو ما كان في الكلاسمون ديال فرونس فوتبول كحارس، وعندك زياش راه ملي مشى لتشيلسي راه كان من اغلى اللاعبين، راه لان دي بلي كرون فرونسي. بون في تشيلسي وقعوا ليه المشاكل، لا بغا يمشي لاسي ميلون نتاكد بانه غادي يعطي، فبالتالي ما بقاوش ديك اللعيبه. مزراوي كيلعب بايير ميونخ، راه عندك لاعبين. انا بالنسبه ليا ما غيبقاش فيورنتينا مع امرابط، لأنه بين بأنه من أحسن رقم 6 في العالم، فبالتالي علاش غنبقاو حنا دائما بركة علينا؟ ماشي بركة علينا، خصنا نكونو بدراكي قال أون أفران فينا الجوع، خصنا نكونو جيعانين بزاف، بغينا البصيرة، ما بغيناش غير شوية ديال البومبيت، بغينا البصيرة، بغينا نمشيو بعيد. فإلا الدراري ديالنا دخلوا بهذا الحماس دخلوا، انا راه قلت هذيك البارح اسبانيا راه ما تخلعناش بالسميه، الكره غيشدوا نخلوا ليهم ديك شحال عنده ديال الكره غيوصلوا 70% 75% ما عنديش مشكل معاه، ولكن خصنا الترانسميسيون رابيد اللي كيعرف يتفرج الكره. كوريا البيت الثاني اللي ماركاو فيه جوج ديال التمريرات، اريير عطاها له واحد وهذاك عطاها لي ماركا، راه الترونسميسيون رابيد هي اللي ولات الكره الحديثه، هي ملي تجيك الكره
خاص ما كاينش التضييع ديال الوقت. كان عندنا واحد اللاعب في الرجاء كان كيقول عليه جمال الضحي كيقول لك هذاك خصو يستاسيوني عاد يلعب الكره كيشدها خصو يبلوكيها بعسريه يزوجها للنيه خصو يدور يدير تما الكره الحديثه هي لا فيتاس ديك لي كيسيون كتعرفش غدير الكره من قبل ملي كتجي كديرها ولا باس هادشي كيعرفو يديرو الدراري ديالنا وما خصناش حنا كجمهور نوليو داكشي ديال القناعه شباب مكاينش جاي تلعب خصك تجيب لي الربح ولا مشينا بهاد الفكر هذا راه غندوزو ومبقاوش نقولو وصلنا لويتيام مزيان خاصنا كل مباراه كنلعبو ماتش بار ماتش كل مباراه كنلعبوها باش نربحو انا بهاد الفكر هذا والله الا عندي الثقه أصلاً بالله إلى عندي الثقة مرتاح كنت سنة 48 ساعة باش نشوف انتصار آخر ديال المغرب إلى الرودراجي دخلهم بالفكر هذا راه عندهم تكتيك مورابان بأن البلوك ديفونسيف ديال المغرب البلوك الدفاعي ديال المغرب من أحسن البلوكات اللي كاينين في هاد سميتو راه تسجلات علينا إصابة وحدة حيت الدراري هاديك سميتو دخلوا شوية كيتلاعبوا هذاك الدوزيام ميطا مع كندا راه كانت هي اضعف شوط لعبنا هو هذاك فبالتالي الى دخلوا نسيين مزيانين ودخلوا نسيين مرتاحين وباغيين بون بيتهم باش يربحوا غادي يربحوا غادي يربحوا انا عندي قناعه بانه البكلاجي غادي ينجح في القضيه ان شاء الله اذا هذا نعم اذا تبارك الله على منها انت درتي واحد قضيه يلا ماشي حد انت صاحبي ولا عيد انت حدا انا كنقول حتى فضلك يلا انت ديرها كاين جوج صحفيين اللي باقى عندهم داك انت ونجيب الثاني الصحفي الرياضي اللي باقى عندهم باك جراوند دي سخوان راه في 61 كان المغرب لعب باراج مع اسبانيا لان افريقيا ما كانش عندها الحق حتى واحد كانت بغات هذا الدين وكل شيء كان كيقول بأن إسبانيا زعما غادي عاد تسارى في المغرب غتعمر المغرب غادي يوصل ربحونا بواحد زيرو بزز وربحونا بثلاثة جوج بزز زادهم وكان عندهم لاعب كان عندهم لاعبين ديال صول وهذا داك الشيء ولكن كان عندهم دي ستيفانو كيتطابر هو ظاهرة كرة القدم كان كيلعب بوحدو في فرقة يلعب روب لعب قدام يجيب وكانوا كان خينطو بقى صغير كان كانت واحد المجموعة ديال خينطو راه كان باش شدو خصك موطو فوريكس باش تبعو هو كانت عندهم فرقة وحيرناهم والدراري ديالنا كانوا كيلعبوا في كندا كان العربي ديال الوداد خطابي اعطيه العربي لرياض الروح سميتو الخطابي كيقولوا لي العربي دريجي العربي دريجي كيقولوا لي العربي دريجي وكان الحارس حاج الرياض الله يرحمه وكان اقص فيه كان باقى صغير كانوا هذا ولكن الامكانيات ديال لونطريمون ديال داكشي كان فيها فرق كبير دابا ما كاينش هذا الفرق دابا اللاعبين ديالنا كيتدربوا في نفس ولا يمكن كاع احسن الطرق اللي كيتدربوا فيها حتى هما يا كيمشيو لبلاصه وكيتواصل في التيرانات في هذه في هذه فبالتالي بركه علينا كيشدوا الامكانات داك لاجون دي بوش اللي كيعطوهم كيعطوهم قد اخرين وزعما راه كاع الامكانات كاينه الحمد لله راه من قبل كانوا اللاعبين كيترينيو على الجنوبات راك انت كتعرف هادشي كيترينيو ثلاث وخمسين ما كاين لا ديكراساج لا مولي وبيل 12 وجوج وبيل 12 وجوج ساعتين ويمشي للخدمه ولكن ما بقاش هادشي راه اللاعبين كيتريو وكيديروا هذا كاين حاجه وحده اللي مازال ناقصانا هي التكوين ولكن التكوين ملي كنقولوا التكوين راه بزاف اللاعبين اللي دابا تمايا راه جايين من البطوله راه ملي كنقولوا التكوين راه غالطين واحد خطا كبير راه 99% ديال الامكانات ديال الفريق كيخسروا على الفريق الاول
كنتهلاوش الدراري، راه ملي نقول لك الراجا كتعطي ليكيب اسبوار ديالها كتعطيها 100 درهم في الماتش، 100 درهم كيترين اسبوع كله كيجي يلعب مع الحد ملي كيتم خارج كتعطي 100 درهم كيحشمو. واحد حد باقي الناس اللي راجاويين زي بصح كيمشي يتفرج في اسبوار كيحشمو كيسمعوا لهم باش يطلعوا عليهم 300 درهم ولا 400 درهم كيحشمو. اما الفريق كيعطي 100 درهم وما يمكن ليك تقول لي بانك غتهيئ لاعبين كبار وهذا. اشوف انا متاكد بانه هذا الصغار اللي كاينين اللي كيجريو كاين بومي جديد الله يرحمه مسكين على المجيد ديالنا، كاين بؤاسه جديد، كاين هجامي جديد، كاين راه كاينين ولكن راه خصنا نتهلاو فيهم. نعم نتهلاو في الوداع. نعم اذا شكرا لك خويا جمال براوي، ونتلاقاو ان شاء الله يوم الثلاثاء القادم في المقابله اللي غادي تجمع المنتخب الوطني المغربي مع منتخب ديال اسبانيا. غادي نرجعوا مازال عندنا ايضا تفاصيل اخرى واخبار اخرى حول المونديال. مستمعاتي مستمعي الكرام، المفاجأة غادي نقول لكم إلى قطر وغادي ناخذوا معنا أشرف حكيمي. لا غناخذوا السي حسن حكيمي الأب ديال أشرف حكيمي، هو كل شيء في البلاطو. سي الحاج عبد الرحيم صابر معنا الأب. سيدي حسن مرحبا. مرحبا كيداير السي حسن؟ الله يحفظك. الحمد لله الله يحفظك الله يحفظكم. وكيدير الامور كيدير قطر؟ لا انا ماشي في قطر، انا مدريد دابا. ماشي سي ابو سعد؟ ما شكون اللي مشات تما؟ كاين مشات الوالده، مشات مدام. مشات مدام والدراري ولادي. لا ما مشيتش واخا، ولكن انت من بعيد كتصيفط الدعوات ووقفوا. ربي هو اللي تيعلم. دائما المكالمه يوميا يوميا يوميا. سي حسن كيف كانت المقابلة وكيف تبعتي الأطوار وكيف تبعتي أشرف الله يحجبه الله يعاونه الله يحفظه؟ شوف نتبع الأحداث لقطة بلقطة، تبعت جميع المباريات. احنا عندنا منتخب ممتاز، منتخب في المستوى، الدراري الله يحفظهم، روح قتالية. إن شاء الله نشوف عيد، إن شاء الله نشوف عيد. يعني كيف شتي المقابلات الاولين؟ شكون المقابله اللي بقيتي شاك؟ لا واش كرواتيا بلجيكا ولا كندا ولا بان لك كل شيء بان لك لوطوروت؟ لا المقابله ديال كرواتيا، لا المقابله ديال كرواتيا من درنا التعادل ولعبنا بروح قتاليه ولعبنا وكان في امكاننا نربحوا، ولكن تبقى الكلمه للسير كراكي هو اللي تعرف المقابلة. والحمد لله لعبنا مع بلجيكا، الحمد لله الدراري لعبوا استعلوا الغول، استعلوا ماشي شي غول كان غير بالصدفة، لا كان على جدارة واستحقاق. جوج الأهداف، جوج الصفر ماشي غول على جدارة واستحقاق. في كندا نفس المشكل، جدارة واستحقاق، وإن شاء الله احنا غاديين مع اسبانيا غير ربحوا تاني بجدارة واستحقاق.
وان شاء الله الا ربحنا ودزنا راه عندنا يا اما البرتغال يا اما سويسرا نفضيو بعدا مع الصبوريا بقوا في اوروبا سي غزال غنبدا نضحك المهم غنضحك مرحبا شوف بدينا باوروبا الشرقيه كرواتيا حنا هابطين دابا حنا هابطين وغنتلاقاو مع فرنسا وغنضربوا البرتغال من البرتغال غادي درنا دابا بلجيكا هبطنا لاسبانيا من اسبانيا غندوزو البرتغال من البرتغال غنطلعوا لفرنسا هادشي كلشي ان شاء الله غندوزو ان شاء الله ان شاء الله اشنو هي الرساله ديالك السي حسن لذوك الوليدات والجماهير وكلشي كيدعي مع اللاعبين جميع ومفخره لنا اشرف حكيمي الابن ديالك انت عهديتي الوطن ديالك هذا الولد الرائع بكل المكونات ديالو وشفنا ايضا جانب تربوي شفتو داك التعنيقه مع الام ديالو انا تنوجه التحيه لجميع الاطر التقنيه وجميع الوليدات وتنطلب ربي الله يعاونهم وفرحونا روسنا حتى بالناس والله العظيم يوميا ناخذ فيديوهات الناس كيفاش خارج الشارع حتى النساء حتى الاولاد في كل مكان في كل قنت في بلاد المغرب نعم ومازال كتسول السي حسن مازال كتسول شويه على سريع واتزم تنتقل غادي ان شاء الله هذا العام غنطلع البريمير ديفيزيون غنرجعوا المستوى ديالنا باقي كتعاونهم شويه باقي كتعيط ليهم طلع عجب بعض الاصدقاء في الخفاء ما بغيتيش تخرج ما بغيتيش تعطيهم الخطه اش حاله دابا غنهبط ان شاء الله هذا راس العام ان شاء الله شكرا جزيلا لك سي حسن كلشي كيحييك وكنتمنوا التوفيق وشكرا لنا ملي كنشوفوا واحد الولد كتحجل لينا امام عينينا كنشوفوا اشرف حكيمي ولكن كنشوفوا العائله ديال حكيمي حنا السي حسن عرفناه كصديق ولكن شفنا ايضا الوالده ديالته امراه مغربيه فيها رائحه التراب يا اخي وشتا كيفاش كتعامل وكيفاش يعني واقفه كتقوم بواحد الدور ديال الام في المدرجات وملي سال الولد ديالها كيفاش كتعنق فيه وكيفاش هذوك صور رائعه السي حسن بارك الله فيك الله يحفظك جميع التحيه وجميع الوليدات الله يحفظهم شكرا لك سي حسن شكرا سي حسن حكيمي هذا الوالد ديال اشرف حكيمي اللي كان معنا على المباشر هو كاين في بلجيكا ما مشاش في مدريد ما مشات الوالده ديالو اذا حتى الان الى رجعنا التشكيله ديال المنتخب الوطني المغربي سي مصطفى بوشتاك لقاو على ان وليد الركراكي اعتمد على 19 لاعب اللي لعبوا حتى الان الى حدود الان 19 لاعب كاين عمليه ديال التدوير لا كاين تغيير ولكن كاينين ثلاثه اللاعبين اللي لعبهم المباريات كامله كاين تغييرات اللي تفرضوا نعم كاين تفرضوا اما الاصابات نعم وكاين التغييرات اللي كانت بحال المزراوي في هذاك المقابله بحال وكانت تغييرات ديال تدبير المقابله نعم ثلاثه ديال اللاعبين اللي لعبوا المباريات كاملين بثلاثه حتى الان اللي هو نايف اكرد سفيان امرابط وغانم سيس انا عندي الاحصائيات اللي بحكم كنتبعوها هكذا 292 دقيقه في ثلاثه المقابلات 202 لماذا المقابله الاولى كان فيها 90 دقيقه ولكن فيها 8 ديال الدقائق وقت بديل جوج في الشوط الاول وسته في الشوط الثاني المقابله الثانيه 95 دقيقه والثالثه فيها 99 دقيقه يعني المجموع هو 292 ولكن اللي لعبوا 292 هما ثلاثه هما نايف اكرد سفيان امرابط وغانم سيس واش كيبان على ان الدفاع هو حصن الدفاع بقى معول على الدفاع اكثر صحيح محمد قبل ما تبدا هذا المونديال هذه كنا وقفنا على هذاك الخماسي الى جانب حارس المرمى خماسي ديال البلوك اللوراني انه قار هذا تاكدنا منه يعني ما فيش تغيير وهو ما ثبت بالفعل في هذا المونديال
الخطوط الاخرى في وسط الميدان والخط الامامي كان بعض الرتوشات. كاين لاعب واحد الى جانب الحارس. اللاعب اللي لعب اقل عدد من اقل الوقت هو عبد الصمد الزلزولي 33 دقيقه كنظن المباراه الاولى. سي عبد الرحيم يعني ما غاديش انا غريب بان حيت في الدفاع كيكون قليل فاش كيكون التغييرات في الدفاع الا كان شي تغييرات يعني اضطراريه اغلب التغييرات كيكون اما في وسط الميدان اما في الهجوم اما في الدفاع ولا الحراس المرمى قليل الا كنتي مضطر باش كدير. يحيى جبران لعب 14 دقيقه فقط مقابله ثالثه المقابله الاخرى 14 دقيقه فقط. ثم كنلقاو عبد الرزاق حمد الله، حنا كنا تقلقنا شويه قلنا عبد الرزاق حمد الله دخل يلا 17 دقيقه ما عندوش الوقت. المباراه الثانيه لعب فيها 27 دقيقه والمباراة الثالثة 23 دقيقة وقام بواحد الدور آخر داك لو جو سون بالون كذا، ولكن كهداف ما شناش عبد الرزاق حمد الله اللي كيصنع الأحداث في الدوري السعودي أو الدوريات اللي لعب فيها. دابا عبد الرزاق حمد الله كيقوم كل محمد بوطير كل تيقوم بالدور ديالو. دابا إلا جيتي في هذيك الدقائق اللي لعب الأغلبية ديالها تنحافظوا على حاولوا انه ما يتسجلش علينا، يمكن دخل في المقابله ديال الثانيه باش سجلنا الاهداف. اللحظه اللي دخل سجلنا جوج الاهداف. نعم كان بليس كاين بليس كاين بليس تغيير من اجل يعني هجوميه. نعم سجلنا دونك ما عليك الا تحافظ على الاهداف. المقابله الثالثه فهو دخل وحنا منتصرين. نعم دونك تغيير اكثر هو وخاد تكتيكي كان لنا نصيري رجع في المكان ديال زياش اللي كان عياء ديال زياش وحمد الله بلاص نصيري. دونك هذيك اللحظه عاوتاني كان غادي يكون عاوتاني مشينا للسيناريو ديال الدفاع انه نحصلوا على النتيجه. كان الضغط لانه اخر مقابله وكل تيقوم بالدور ديالو. يمكن الزلزولي هو اللي شويه انه دخل في واحد المقابله وما لقاش ذاته، وهذا شيء عادي بالنسبه لان جون مع توالي هذه المناسبات غيولي يكون عنده لو بليس ديالو. بالنسبه لحمد الله هذا هو لو طون ديال الطريقه ديال التدوير والطريقه ديال التدبير. الكل القراءه ديال المقابله كتجعل ان المدرب يغير. وشفنا ديال املاح انه كان مصاب دخل الصابيري ادى الواجب ديالو. الصابيري لعب 16 دقيقه في المباراه الاولى 27 المباراه الثانيه ولكن المقابله الثالثه 65 دونك لانه املاح كان مصاب. نعم وبقى انه ما عندوش داك يعني الاصابه ما خلاتوش انه يبدا اللقاء وفي نفس الوقت كمل اللقاء في بلاصه الصابيري. وناحي المقابله الاولى انه دار واحد الدور وكل شيء بان ليه كيقول لا ما دارش لانه كانوا لي ديشي، ولكن من بعد وناحي بدا كيبان المردود ديالو كيتحسن. والاهم كان عندنا ما بين المقابله الاولى والثانيه هو انه ما بقاوش عندنا لي ديشي، وهذا اللي كان عائق عندنا في المقابله الاولى. وشيء عادي انه اول مقابله بدات الثقه بعد يعني النتيجه الاولى، فاللاعبين بداو تيتحروا من الضغط، وكان انه ديك لي ديشي اللي عانينا منها فبقات. ولكن التغييرات راه كانت في محلها وكانت لتدبير المقابله. كاين ايضا واحد بعض الملاحظات واللي كانت هامه كيظهر لي يسربت الحماس. غادي نمشيو لنهار 25 مارس 2022 ملعب الشهداء بكينشاسا. المنتخب الوطني المغربي لعب مقابلة الذهاب في الدور الفاصل من أجل تأهل لهذا المونديال. كان عندنا التعادل هدف لمثله. إذن طارق تيسودالي اللي كنتمنوا له الشفاء واللي كيتواجد الآن في المملكة العربية السعودية كيقوم بواحد العمرة وكيدعي للفريق الوطني سجل الهدف ديال التعادل في الدقه 77. وطارق السودالي هو اللي غيسجل ثاني. ربحنا في الدار البيضاء نهار 29 ربحنا ب4 لواحد وتاهلنا. عز الدين اوناحي سجل جوج اهداف دقه 11 ودقه 55. طارق السودالي سجل في الدقيقه 7 من وقت البديل ديال الشوط الاول.
أشرف حكيمي كرة ثابتة غرسها في الدقة 70. أشنو اللي وقع؟ الحماس بدا هنا المونديال. أنا هذا قراءتي باللي على أن الحماس كانت برقية ديال جلالة الملك برقية ديال تهنئة ديال جلالة الملك في هذاك نفس اليوم اللي كان ثلاث كان تذكروا مساء اتصل بالسيد رئيس الجامعة الملكية المغربية فوزي القجع في عين المكان، واتصل أيضا بالوحيد خليل وزيتش المدرب وبالعميد الفريق غانم سيس. والبرقية أنا قريتها مزيان ولقيت على أن فيها واحد الأشياء رائعة، رسائل. فشلالة الملك قال بأنه يتمن هذا التأهل الثاني على التوالي والسادس من نوعه الذي والشعب المغربي قاطبة عبر جلالته عن كامل اليقين بأنه سيشكل هذا البرقية للسيدنا. يقول أن هذا التأهل عبر جلالة الملك عن كامل اليقين بأنه سيشكل حافزا قويا للمثابرة ومضاعفة الجهود حتى تكون نتائج الفريق الوطني في الأطوار المقبلة في مستوى تألق وعطاء لاعبيه الموهوبين. عيطوا على زياش، احنا قرينا البرقية ولكن نقراو هذا الرسالة. هذه فقرة من الفقرات ديال الرسالة. هذا كلام جلالة الملك الله ينصره. وفي الختام جدد جلالة الملك عبارة التهاني لأعضاء الفريق الوطني داعيا الله تعالى لهم بكامل التوفيق في مسيرتهم. احنا كنشوفوا هذه صيغة أخرى محمد، هذه لتحقيق بتطلعات الجماهير المغربية بما يعزز مكانة كرة القدم الوطنية ويشرف كرة الإفريقية والعربية. ولكن في هذه الفقرة الموهوبين كيقول ليه دابا اللي طالعوا الشعب المغربي قاطبة عبر جلالة الملك عن كامل اليقين بأنه سيشكل التأهل حافزا قويا للمثابرة ومضاعفة الجهود حتى تكون نتائج الفريق الوطني في الأطوار المقبلة في مستوى تألق وعطاء لاعبيه الموهوبين. ربط التأهل كلام ربط التأهل ونبلية أيضا هذه محطات اللي خصنا ننتبه لها. هالتأهل اللي كان عيشه انت ساهم فيه البنية التحتية نهار 9 دجنبر 2019 التدشين ديال مركب محمد السادس بمقاطعة أحصين بسلة، وتفضل جلالة الملك بتدشين هذا المركب وعطى الاسم ديالو الشريف على هذا المركب محمد السادس لكرة القدم بنية تحتية اللي قال لهم غدا تساهم وبنية تحتية. هادو أرقام وهادو تواريخ اللي خصنا نحتفظوا بهم ثابت. يعني احنا تأهلنا ولكن جات الرسالة القوية. قال لك لأن جلالة المكس يقولك على أنه في هذيك البرقية ديالو تيقولك على أنه تبع المقابلة على أنه فيها برقية ديال التهنئة، ولكن على أنه تبع هذيك المقابلة ديال التأهل. وداك الشيء سأل رجعتيني ما عرفش بالضبط ما نقول لك اش من سنة. فجلالة الملك نصره الله يعني كان تكلم وباقي عقل على مزيان، فاش كان استقبل فاش كنت ترشحنا لكأس العالم نعم وقيلة 2006 ولا 2010 بحق هكا 2010 بان راه ماشي حنا الا ما ديناش لا كوب دي موند راه غنوقفوا. بالعكس المشاريع تكمل، المشاريع اللي حنا قلنا الاوراش غتخدموا غاده. وفعلا حنا شنا الطريق السيار، شنا الملاعب، شنا البنيه التحتيه، يعني تبدلت واحد 100%. وهذا هام جدا طبيعه الحال، يعني على ان القضيه فيها قضيه جلاله الملك والاعتناء ديالو بالرياضه وتوفر الإمكانيات. أيضا جامعة ملكية المغربية منذ 2014 والتحول اللي عرفته الولادة لم تكن سهلة ديال هذا المكتب. كانوا ناس لم يؤمنوا بهذا بفوز القشعة رئيسا. نحن في الامفام وفي هذا آمنا بالرجل كما آمن بنا وشفنا الأمور كيفاش مشات. راه كان واحد الجمعة مرمسلة الصباح
نعقلي ترسوا فيه كل شيء الناس رافضين التغيير ومع ذلك تم التغيير والحمد لله شفنا شنو اللي والتغيير ها النتائج احنا رجعنا النتائج هادشي كاين الا جينا نشوفوا على الصعيد الافريقي سي ابو السال شفنا كثير على الصوره شفنا كاس الكونفدراليه بقى في المغرب نعم كاس الابطال بقى في المغرب نعم سوبر كوب بقى في المغرب هانتا نمشيو للكره النسويه حصاد ابطال الفريق الجيش الملكي شحال ديال المناظرات اللي داروا دارت المناظره ديال كره القدم عامه المناظره في مراكش ديال كره القدم النسويه لاول مره في التاريخ ماشي راه ماشي جاوا النتائج جاوا هكاك صدفه بالعكس راه كان هنا كانت خدمه كانت خدمه في التحت اللي ما بيناش وان شاء الله غادي يكون ما شاء الله المزيد ان شاء الله غيكون افضل ان شاء الله واحد المشروع ثاني دابا اللي انطلق هو ديال دراسه ورياضه نعم وهذا غادي يكون مهم بالنسبه عاوتاني واحد من هنا لواحد واحد 8 سنوات ولا 10 سنوات غنلقاو يعني الخلاف ان شاء الله اذا ما تبقى من الوقت نشوفوا المباريات ديال الدوره الثالثه عشره القسم الثاني سي محمد بوطير كيف كتشوف هاد القسم الثاني القسم الثاني الاحترافي تلها كل شيء مع لا لا ما تلهيناش لا كاين ضروري خصنا لا هو النتائج لا خصنا نعطيو نعطيك بالنسبه للنتائج اسم محمد المباريات تجراو يوم الجمعة ويوم السبت يوم الجمعة تجراو جوج ديال المباريات الاتحاد الإسلامي الوجدي كيفوز على رجاء بني ملال بواحد لصفر وإذا تمارا ينهزم أمام الراسينغ بواحد لصفر البارح السبت جمعية سلا يكتفي بالتعادل أمام اتفاق مراكش جوج مقابل جوج يوسفية برشيد ينهزم بميدانه أمام أولمبيك تشيرا بواحد لصفر شباب أطلس خليفرا يتعادل مع استاد المغربي بواحد لمثله اليوم الوداد الفاسي غادي يواجه نهضة الزمامرة سريع وتزم غادي يواجه اتحاد الزموري الخميسات وشباب بن قرير غادي يواجه شباب المسيرة نعم البطولة 12 هاد البطولة شت كيبان لي الامكانيات ما كاينينش وهنا هذا راه ملي كنقولوا القسم الثاني ولا كنقولوا الهوات راه هذه القواعد اذا غدا لا بغينا لاعبين وبغينا نوليو نغلبوا اسبانيا ونغلبوا بلجيكا ونزيدوا راه نعم واحد الدائرة دابا غنبداو بسلا نعم لعب صعيب غير صالح نعم بداو نزيدوا الاستاد مازال الملعب ديالها ما كاينش تمارا ملعب صلب بن قرير وجدة يعني كاين المعاناة صراحة لا ملاعب التدريب ولا ملاعب ديال المباريات الرسمية خصنا ندخلوا العشب الطبيعي حتى في القسم الوطني شوف والملعب راه ركن اساسي ركن اساسي اللي كتعذب هي اللي كتعاني من ناحيه الملاعب انا كنصحح بان هذه الدوره 13 دورة 13 13 تبقى نتائج يعني متباينة ومن هاد الفراقي غادي يطلعوا جوج راه كنتمنوا ان يطلعوا الفراقي اللي كيستجبوا الشروط ديال وغادي ينزلوا جوج محمد غادي ينزلوا جوج وغينزلوا جوج دابا انا سي اسمح انا الامكانيات عند من الامكانيات عند الزمامره اللي عندها ملعب ديالها وملعب ديال التدريب مرشيد وواتزا ثم الفرق وتشيراج وتشيرا صراحه سابق ذكرتي دابا هنايا واحد 75% الفرق اللي كانوا في القسم الوطني الاول اللي استافدوا من من التعشيب ديال التدريب انا مكره انا مرشيد وراك هذوك انا ما نكرهش السي ابو السال انا ما نكرهش السي ابو السال نبداو نشوفوا البطوله ديالنا وجوج طلعوا وجوج هودوا بحال في اسبانيا وداك الشيء انا ما نكرهش جوج كيطيحوا دوفيس وجوج يلعبوا باراج جوج يطلعوا دوفيس وجوج يلعبوا انت بغيتي تردنا للصراط المستقيم لا هذيك الساعه غادي يولي غادي تنافسيه يعني ما كنقولش انا غير في القسم الوطني الاول او الثاني تبقى مهوده لتحت دابا هذا حتى هو فيه معاناه وكنقولوا قسم احترافي القسم الثاني ولكن فيه مشاكل مشاكل بالجمله وتغييرات ديال المدربين ما نهضروش على داك الشيء راه ولاعبين ما مخلصينش كاين بزاف ديال المشاكل اذا باش نختموا كيف كتشوف الوداد الان سي عبد الرحيم ما يمكنش تكون معنا وما تعطينا غير كلمات عناوين كبرى شنو نقول لك السي ابو السال انا وقيل من يعني الناس الاوائل اللي عرفوا يعني ابعاد ديال الحسين عموته واش صحيح هذا خبر؟ بطبيعة الحال صحيح لان عموته كان في قطر كيشتغل مع قناه من القنوات كنت دوا مع الرئيس جيت مع الرئيس
عاود شي مسائل زعما كنايدو كيفاش توصلوا باش يعني يفسخوا العقل داكشي. نعم ابغى هذا هو اللي كان صافي. لا كان في الاول قبل من ما يبدا كاس العالم كان جا السي عموته كان جاتو استدعاء من احد الشيوخ ديال قطر. طبيعه الحال الرئيس قال لي ما كاين حتى شي مشكل. كان الوداد غادي يمشي يلعب واحد الدوري في الامارات. نعم وجدوا الوداد باش يمشيو داك الدوري في الامارات. من بعد فاش جات الانفيتاسيون باش يمشي ما يمكنش. قال لي اودي هذاك الدوري اللي كنا غنمشيو ليه غنمشيو كونسونطراسيون لاكادير. هادشي اللي كنقول انا ما قالو الرئيس. من بعد جا السي عموته قال لي اودي انا غنمشي انا والزوجه ديالو غنديروا العمره. قال لي ما كاين مشكل غتمشيو دير انت والزوجه ديالك العمره. شحال؟ قال لي 4 ايام. فعلا اتفقوا على 4 ايام ماشي الكلام اللي داز الحوار اللي داز بينه وبين الرئيس. فمن بعد الرئيس كي يصطدم فاش كيشوف عموته كيحلل في احد القنوات تما كاين وعطى اللعابه واحد المهله وحنا مقبلين على كاس افريقيا وكاس العالم والبطوله وهذا وهذا والفريق اللعابه كيستراحوا ما كيلعبوا لا مباراه حبيه ما كيوجدوا لا والو. فعلا خدا هذاك القرار وانا بالنسبه لي كان قرار صائب. نعم عموما الوداد بالنتائج ان شاء الله لا دابا السي ابو سيل دابا راه بحال غتبدا البطوله من الاول خاص بقى تفرج واحد 4-5 الماتشات عاد باش عاود تحكم على كيفاش الايقاع غادي يمشي. اذا شكرا لك السي محمد بوظهير. شكرا. مرحبا. بارك الله. شكرا الحاج صابر تعازينا الصديقه الى عائله العلوي الناجح في الفقيد. ان الله وانا اليه راجعون. شكرا مصطفى بوشكا. تحيه لك ايضا كوثر قطيف اخراج هذه الحلقه. شكرا مستمعاتي مستمعي الكرام. بقيت اوقات ممتعه مع برامج اذاعه ام اف ام. لقائنا يوم الثلاثاء القادم بدايه من الساعه 3 والنقل المباشر لمباراه المغرب مع اسبانيا وحظ موفق للمنتخب الوطني المغربي. انتصروا على اسبانيا وعلاش لا. الى اللقاء.